بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. النهارده ان شاء الله حلقتنا زي ما تعودنا هتبقى عباره عن نصفين، النصف الاول مجموعه من الاخبار، والحقيقه النهارده عندنا مجموعه من الاخبار وفي منافسات شغاله دلوقتي، وهنقول لحضراتكم نتائجها. والحقيقه الموسم خلاص بدا يعني يخش في الجد بالنسبه لكل الالعاب. النص الثاني ان شاء الله هنحتفل مع الماسترز، ماسترز رجال الكره الطائره اللي السنه دي يعني فات من الموسم يعني مش كتير، بس حصدوا بطولتين، بطوله كاس السوبر المصري اول نسخه في التاريخ، وايضا بطوله عربيه من 4 5 ايام. هيكونوا معانا النهارده، هيكون معانا طبعا نجوم من الجهاز الفني، وهيكون معانا ايضا نجوم من اللاعبين. هيكون معانا من الجهاز الفني طبعا كابتن محمود جمعه المدرب العام، وهيكون معانا الكابتن احمد سعيد المحلل التقني اللي دايما شغله يعني بيقول الجندي المعلوم بقى مش المجهول. فالنهارده كان لازم يكون معانا كابتن احمد سعيد عشان نعرف منه الكتير، وكابتن محمود جمعه ايضا عشان نعرف منه الكواليس وكواليس الشغل والتخطيط للفتره اللي جايه. هيكون معانا مجموعه من اللاعبين، 3 نجوم الحقيقه من العيار الثقيل. هيكون معانا محمد عبد المحسن لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، وايضا محمد عصران وعبد الرحمن الحسيني، 3 لعيبه نجوم. هنتكلم معاهم النهارده في كل شيء، هنعرف كواليس السوبر المصري وكواليس ايضا البطوله العربيه. ده هيبقى النص الثاني من حلقات. هنروح لاخبارنا، هنبتدي بكره اليد. مستر ديفيد ديفيس طبعا بيرفع الاحمال استعدادا لمواجهه فريق البنك الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا في المرحله الثانيه في دوري المحترفين لكره اليد. فرقتنا الحمد لله ماشيه بشكل جيد، عندنا المباراه اللي جايه مع البنك الاهلي. مستر ديفيد ديفيس بيهتم بالناحيه البدنيه جدا، وهو صرح قال انه رافع الحمل البدني لفرقتنا استعدادا لمواجهه طبعا البنك الاهلي، واللي هتكون الجوله الثامنه من المرحله الثانيه زي ما وضحت لحضراتكم في دوري المحترفين للموسم اللي احنا فيه. ديفيد بيحاول يشتغل طبعا على الشق البدني، لان ده مهم جدا عشان كمان احنا داخلين على السوبر الافريقي وابطال الكؤوس. الدوري واقف حاليا بسبب اسبوع التوقف الدولي، وهيرجع طبعا يستأنف يوم الخميس القادم ان شاء الله، وهيكون يوم 16 مارس. كل التوفيق لفريق كره اليد. دخلنا في الجد، عندنا ان شاء الله بطوله كاس الكؤوس الافريقيه او السوبر الافريقي وابطال الكؤوس الافريقيه، البطولتين هيكونوا في شهر مايو ان شاء الله. عندنا موسم مليان بالنسبه لكره اليد، بطولتين مهمين هيكونوا على صاله طبعا الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بطوله منهم اللي هو السوبر الافريقي يوصلك بطوله العالم اللي هتكون في المملكه العربيه السعوديه، وايضا هيكون في دوري او ابطال الكؤوس اللي هتاهلك للسوبر للسنه اللي بعده. بطولتين مهمين بيترتب عليهم تاهل لبطولات اخرى. فرقتنا زي ما قلت لحضراتكم بتصدر جدول الترتيب برصيد 20 نقطه بعد الفوز على كل من سموحه رايح جاي، والتعادل مع لا الفوز على سموحه رايح بس راجع، التعادل معاه في اسكندريه، طلائع الجيش رايح جاي، البنك الاهلي وسبورتنج والزمالك. البنك الاهلي هنلعب معاه المباراه اللي جايه، هتبقى هي الراجع ان شاء الله يوم 16 مارس الخميس القادم. كل التوفيق لرجال كره اليد في النادي الاهلي. هنروح لمباراه الجمعه القادمه، وهو النادي الاهلي في كره السله رجال الاهلي والجزيره، دي في الجوله القبل الاخيره في الدور الترتيبي في دوري السوبر. المباراه ستقام الساعه 8:30، خلي بالكم لان هم طبعا دي لقطات من مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت اللي انتهت بفوز كبير لنادي الاهلي 74-59 بفارق 15 نقطه. مباراه الجزيره يوم الجمعه القادمه ان شاء الله هننقلها لحضراتكم على الهواء مباشره، وهيكون قبلها بنص ساعه استوديو الابطال، وهيكون عندنا مفاجاه ان شاء الله كبيره. هيكون معانا طبعا كابتن اشرف الكردي نجم نادي الجزيره السابق ومنتخب مصر واحد ابطال مصر في هذه اللعبه، وشارك في كاس العالم 94، وكان احد افضل اللاعبين مش في مصر بس بل في افريقيا، وده الدنك بتاع عمرو زهران اللي قلب الدنيا على السوشيال ميديا. طبعا الماتش زي ما قلت لحضراتكم 8:30، فرقتنا ما خسرتش ولا مباراه الحمد لله بالعلامه الكامله. طيب هيفرق معانا الدور الترتيبي ده في ايه؟ ان شاء الله ناخد اول، هنلاعب الثامن بيست اوف 3، وبعد كده قبل نهائي بيست اوف 5، وبعد كده نهائي بيست اوف 5. طبعا اكيد ان انت تحصل المركز الاول او الثاني بيخليك تتجنب ملاقات الاتحاد السكندري في قبل النهائي، ويبقى فاينل المعتاد ان شاء الله ان شاء الله، يعني مش عايزين نسبق الاحداث. طيب احنا كام نقطه متصدين بكام نقطه؟ ب 24 نقطه. الجزيره بيجي في المركز الرابع برصيد 18 نقطه. طبعا الجزيره جاي عنده احلام وطموحات، بيقود الجزيره الكابتن الكرداني نجم منتخب مصر والنادي الجزيره، وايضا الكابتن الكرداني على فكره لعب في النادي الاهلي موسمين، لعب موسم 2007 و2008 2009 لعب الموسمين لعب في النادي الاهلي. طبعا احنا زي ما قلت لحضراتكم بالشكل ده احنا خلاص اول يا تاني، هيتحدد بناء على نتائج الاتحاد السكندري.
خلينا اوضح حاجه، ان الاتحاد الاسكندري يعني ماشي برضو عيني على المنافس، يعني ماشي بشكل جيد، الفرقه ليها شكل جيد، واضح ان المدير الفني الجديد عامل شغل كويس جدا مع نادي الاتحاد. مباراتنا او مبارياتنا مع نادي الاتحاد لن تكون سهله بالمره، هيكون كل المباريات يعني بحبس الانفاس زي ما بيقولوا لاخر لحظه. كل التوفيق طبعا لرجال كره السله. خلينا نروح لخبر اخر له علاقه بكره السله. النادي الاهلي امبارح وكابتن خالد العوضي اعلنوا التعاقد مع مؤمن طارق خيري نجم الفريق الاول واحد الصاعدين لمده 4 سنوات قادمه. كابتن خالد العوضي صرح ان هذا التعاقد ياتي في اطار دعم مجلس الاداره في الحفاظ على مواهب الشابه لطلعه الفرق المختلفه، او يعني تم تصعيدها في الفرق المختلفه. طبعا مش محتاج اوضح، طبعا كابتن طارق خيري والد مؤمن طارق خيري، هذا الشبل من ذاك الاسد. وكابتن خالد العوضي طبعا الفتره اللي فاتت شهدت تعاقدات كثيره الحقيقه مع لاعبين كتير للحفاظ على قوام الفرق المختلفه. طيب ومؤمن، انا عايز اوضح ان كالعاده مؤمن مضى على بياض بعد الاتفاق على كل شيء، وهو ده اللي بيميز النادي الاهلي يا جماعه. انا بقول لكم بتتفق خلاص، بتمضي بتمشي، اللي انت اتفقت عليه هو ده اللي بيكون في العقد، وهو ده النادي الاهلي دايما، عمرك ما تتفق على حاجه مش هتلاقيها في العقد، وكل ما يثار عكس ذلك. انا نفسي حصل معايا كده، ومش محتاج اقول ما فيش لعيب خرج من النادي الاهلي سواء محترف او لعيب يعني خلص تعاقده مع النادي الاهلي وقال غير كده. لما حد يقول غير كده اعرف ان في مشكله، في ازمه عنده يعني مشكله. انما النادي الاهلي عمره ما خلف عقده مع حد، العقود بتتمضي على بياض، اللي بيتفق معاه شفويا خلاص، لو مش هيبقى سنوات او مقابل مادي لو النادي الاهلي مش محتاج يقول حاجه. وعلى فكره كابتن خالد العوضي كمان صرح في احد اللقاءات عبر الراديو، قال ان اللعيبه عايزه تجدد بالخمس والست وسبع سنين. والله زي ما بقول لكم دي حقيقه، اللعيبه اللي بيتقال لهم 4 سنوات بيقول لك يا كابتن طب خليهم 5، طب خليهم 6. الاستقرار، حب النادي، الـ كل الامكانيات اللي بيوفرها النادي الاهلي. والحقيقه هنا دايما هفضل اشيد واشيد بدور كابتن محمود الخطيب الحقيقه رئيس النادي، اللي الالعاب الاخرى الحقيقه النهارده بتعيش ازهى عصورها كدعم مادي، كمعسكرات، دعم فني. يعني زي ما بيقولوا اللي عايزينه كله بيكون موجود. فرع كرة اليد بياخد دعم كبير، الكرة الطائرة ما فيش طلبات لمدير فني ما بتجابش. طيب أنا عايز أكتر من كده إيه؟ كل التوفيق طبعا لنجومنا، وكل التوفيق لكابتن خالد العوضي ومجلس الإدارة بالكامل في الحفاظ على قوام الفريق ودعمه. وإن شاء الله يعني عايز برضه أبشركم بخبر جيد، فريق السيدات إن شاء الله هيشارك في بطولة أفريقيا، فريق السيدات لكرة الطائرة لكرة اليد هيشارك في بطولة أفريقيا، وهيتم دعمه، هيتم دعمه بلعيبه وهيتم دعمه بكل شيء عشان يحقق نتيجه في بطوله افريقيا. النهارده النادي الاهلي بيقف مع فريق السيدات، واحنا عايزين كده زي ما المنتخب سيدات شغال النادي الاهلي شغال، اكيد الفرع ده هنشهد فيه تقدم كبير الفتره اللي جايه ان شاء الله. هنروح لكره السله سيدات، ان شاء الله عندنا مباراه في دوري السوبر مع نادي الطيران، دي في الجوله 8. والنادي الاهلي فاز بهذه المباراه، المباراه دي كانت امبارح على صاله الطيران وانتهت بفوز 85-42، دي في الجوله الثامنه، اول مباراه في الدور الثاني، ترتيبي الدور الثاني، بمعنى هم 8 فرق، ال8 فرق بيلعبوا رايح جاي، فانت عندك في الجوله الواحده 7 ماتشات، في الجوله الواحده عندك 7 مباريات، خلصتهم انت الجوله الاولى نهايه بسبورتنج، دخلت على الجوله الثامنه بقى اللي هي اول مباراه في الجوله الثانيه او العوده، كان مع الطيران، والكابتن طارق خيري الحقيقه امبارح شارك كل اللاعبات، كله شارك، حتى اللي كان بياخد وقت قليل قبل كده اداله وقت بزياده. طبعا بفكر حضراتكم الفريق الله اكبر متصدر ترتيب الدوري برصيد 16 نقطه من فوز في 8 مباريات، زي ما قلت لحضراتكم اقرب منافس لينا سبورتنج 15 نقطه، وده طبيعي فرق نقطه واحده اللي هو فرق الفوز الوحيد اللي النادي الاهلي فاز عليه في الترتيب العام او المباراه في جوله من الجوله السابعه، النادي الاهلي فاز على سبورتنج فبالتالي سابق بفارق نقطه واحده ان شاء الله. زي ما حضراتكم فاكرين القرعه اتعملت في كرة الطائرة رجال، الأربعة اللي فوق اتحطوا في ناحية، يعني في 8 اترتبوا، خليني بس أشرح الحتة دي قبل ما أروح للصور. في 8 فرق، ال8 فرق اللي اتأهلوا اترتبوا من أول للتامن، النادي الأهلي خد الأول والزمالك التاني وهكذا. التمانية الأربعة اللي فوق من الأول للرابع راحوا في ناحية، ومن الخامس للتامن راحوا في ناحية، واتعملت قرعة سحبوا واحد من هنا يلعب واحد من هنا. النادي الأهلي كان طلع مع نادي الطيران، الأهلي كان طلع. طب ليه القرعة دي اتعملت؟ أنا أقول لكم، أنا كنت الأول بنتقد موضوع القرعة ده، بس أنا فهمت إيه المغزى منها. قبل كده كان لما بدأوا في الدور الترتيبي كانت الفرق مش عايزة تقابل الأهلي في دور الثمانية،
فكانوا ممكن يقول لك الماتش ده خسره، طب الماتش ده كسبه، ده حق مشروع، هو عايز يتجنب ملاقات النادي الاهلي او حتى الزمالك في دور الثمانيه عشان يوصل المربع. فقال لك لا احنا مش هنعمل كده عشان يضمنوا يعني ايه الفير بلاي. وانا فهمت القصه واحنا الحقيقه مع كده، يعني فهمنا بقى ليه اتعملت كده، انا مع كده، مع ان هو طالما الموضوع ان الفرق بتتجنب ملاقاه الاهلي او الزمالك لا يبقى خليها قرعه. فانا كنت الاول بقول ليه قرعه وبتاع، لا انا فهمت الموضوع ولازم نقول الحقيقه فين. فهو ده اللي خلى لجنه المسابقات الحقيقه تعمل كده، تعمل القرعه عشان ما نجيش في الدور الترتيب اللي فات الفرق تبعد عن السابع والثامن، فتلاقي بقى في يعني تبديل وتوافيق، لا قال لك كله يلعب وكله يكسب وبعد كده نعمل قرعه. فالنادي الاهلي طلع مع نادي الطيران، اول مباراه لينا هنلعب بنظام الافضل في ثلاث في ثلاث مباريات، بيست اوف 3. طيب اول مباراه هتبقى ان شاء الله يوم الجمعه، ثاني مباراه ان شاء الله السبت. في حاله لا قدر الله ان احنا خسرنا واحده من الاثنين، كسبنا ماتش وخسرنا اتعادلنا مع الطيران، نلعب ماتش مرجح او ماتش فايدل يوم الاثنين، يديك يوم راحه لحد الحد. طيب هتطلع بعد ان شاء الله تاهلت تلعب في قبل النهائي برضه بيست اوف 3، وتطلع في الفاينل تلعب بيست اوف 3. يعني اي فرقه عشان تكسبها لازم تكسب مباراتين من اصل ثلاثه. لو تفتكروا نهائي الدوري السنه اللي فاتت كنا رحنا المباراه ثالثه مع نادي الزمالك 1-1 ورحنا المباراه ثالثه وخلصت 3-2 لو تفتكروا. فان شاء الله السنه دي احنا لعبنا الزمالك خمس مباريات فزنا بالخمسه، ونادي الزمالك نجح ياخد شوطين فقط، احنا خدنا خمس مباريات في 3 ب 15، والنادي الاهلي نادي الزمالك خد منا شوطين بس. فان شاء الله التفوق باذن الله للنادي الاهلي، ولكن حتى الان محترف نادي الزمالك ما لعبش، فمنتظر انه لما يلعب في الادوار اللي جايه لا نادي الزمالك هيكون افضل من قبل كده. بس احنا ما عندناش اي قلق، بالعكس احنا فرقتنا الله اكبر ابطال العرب، لعبت مباريات جيده، فرقتنا واقفه على رجليها، ان شاء الله ربنا يحفظهم ويحققوا الخماسيه السنه دي. طب فاضل لهم ايه الفرقه؟ فاضل لها دوري، كاس، بطوله افريقيا، دول الثلاث بطولات اللي فضل الفريق الماسترز ان شاء الله. والنهارده هيكونوا معانا بعد الفاصل، انا بفكر حضراتكم هيكونوا معانا بعد الفاصل، هنتكلم معاهم حتى عن الفتره اللي جايه ويعني امالهم وطموحاتهم اكيد ووعودهم ان شاء الله لجمهور النادي الاهلي. هنروح لربع نهائي كاس مصر سيدات الطايره، هيكون مع هليوبلس، الفريق كره الطائره كان تاهل سيدات بقياده الكابتن حمدي الصافي، كان تاهل لربع النهائي عشان يقابل هليوبلس. طبعا دي كانت المباراه اللي زعلناها يوم الاثنين اللي فات، الاهلي والزمالك في الكره الطائره، واللي انتهت بنتيجه 3-1، ودي الصاله رقم 2 وزعلناها برضو على الهواء مباشره في قناه النادي الاهلي. طبعا باذن الله في حاله يعني الماتش هيكون الساعه 7 بالليل على صاله نادي المقاولين العرب في ارض محايده، وباذن الله في حاله فوزنا هنلاعب الكسبان من وادي دجله مع الشمس. اتصور ان المباراه وادي دجله مع الشمس مش سهله، معرفش مقدرش اتوقع مين اللي هيطلع يعني. وعلى جانب تاني اتعملت امبارح قرعه دور الثمانيه في بطوله الدوري الممتاز، واسفرت النادي الاهلي هيلاعب نادي الزهور في دور الثمانيه، نفس القصه مع الرجال. طيب يبقى كده احنا عندنا ان شاء الله هليوبلس، عندنا هليوبلس ان شاء الله بربع نهائي، ده هيكون يوم ان شاء الله الجمعه اللي جايه الساعه 7 بالليل، وبعديها هيتحدد ان شاء الله لاعب الزهور بيست اوف 3 برضه زي الرجال امتى، وهنقول لحضراتكم المواعيد والتواريخ وكل حاجه. طبعا فرقتنا متصدره الدور الترتيبي يعني زي الرجال بالظبط بعد ما فزنا على الزمالك 3-1، ولكن برضو الفريق ده يبقى له ثلاث بطولات، بطوله افريقيا وايضا البطوله الدوري والسوبر ان شاء الله، كاس انا اسف السوبر، هم خلاص اخذوا السوبر باذن الله. طيب هنروح للخبر اللي بعد كده وهو عن ابطالنا، يعني الحقيقه احنا مصر مليئه بالابطال، انا دايما بحب اجيب نماذج مكافحه، نماذج بتبقى يعني ما عطلتهاش الظروف الصعبة عشان تكافح في الحياة من رياضيين ويوصلوا لأهدافهم بشتى الطرق. معانا لاعب كمال أجسام بيلعب مش محترفين بقى، بيلعب هواة وبيلعب يعني مستر أولمبيا هواة، وبيلعب أيضا أرنو كلاسيك أحد أعظم البطولات اللي لعبها بيج رامي، بس بيج رامي بيلعبها في الوزن المفتوح محترفين. طيب هذا اللاعب هو حامل ميدالية الذهبية في البحر الابيض المتوسط 2011، وخد بطولات مع المنتخب، الهواة بيمثلوا منتخب مصر، المحترفين لا، لان المحترفين لهم نظام تغذيه مختلف ما ينفعش يمثلوا منتخب مصر، انما الهواة بيمثلوا منتخب مصر. معانا احد النماذج دي الحقيقه، وما عطلتوش ظروفه وهو كافح جدا في بدايه حياته، وبدا ببطوله البحر الابيض المتوسط 2011، وبعد كده سافر للولايات المتحده الامريكيه بيشتغل وبيتمرن وبيجتهد، وكان لسه راجع من مستر اولمبيا
خد فيها مركز رابع بعد ما كان عنده قطع في عضلة الباي. عندنا نماذج مشرفة كتير. مين ده بقى اللي بتكلم عنه؟ أحمد عثمان الزيات، لاعب اللاعب المصري أو لاعب كمال الأجسام المصري، واللي معانا عبر السكايب من ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك يا أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا يعني بقول لك كل سنة طيب، وألف مبروك على المركز الرابع في يعني مستر أولمبيا اللي فاتت. طمنا عليك، كلمنا عن آخر بطولة والصعوبات اللي مريت بيها بقطع في عضلة الباي، كلمنا عن الظروف دي وإزاي اتغلبت عليها وقدرت تلعب مستر أولمبيا اللي فاتت. والله الحمد لله رب العالمين. أنا عملت قبل كده أول أرنولد كلاسيك مرتين، 2015 و2017، و2018 عملت مركز تاني برضه في أرنولد كلاسيك. كنت قررت بعدها إن أنا أخد فترة راحة شوية، بس الراحة طولت شوية، بس الحمد لله رب العالمين. من حوالي 6 شهور حصل لي إصابة في قطع في البايسبس، وساعتها كنت بجهز قبلها بحوالي 6 شهور، وقررت ان انا يعني أست... آه كنت قررت ان انا اوريدي ابدا ان انا اجهز، بس القطع بتاع البايسبس دي والعمليه كانت عمليه صعبه برضو شويه، كانت محتاجه راحه، لكن الحمد لله قدرت اتغلب على الظروف دي، وشاركت حتى في ارب كلاسيك الاسبوع اللي فات واحرزت المركز الثالث الحمد لله رب العالمين. وده كان بمثابة خطوة إن أنا أرجع تاني إن شاء الله للبطولات بإذن الله. يعني كابتن، يمكن انت يعني رحلتك فيها كفاح شويه، انت سافرت امريكا وبدات تشتغل وتصرف على نفسك وتقول ايه؟ تقول ايه للشاب المصري اللي طالع عنده امال وطموحات وبيحب اللعبه دي وشايف ان احنا او شايف انه ممكن يبقى حاجه كويسه، شايف اكيد بيقابله صعوبات، تحب تقول للجيل اللي طالع ايه؟ الجيل اللي عايز يكون زيك ايه يا كابتن احمد؟ هو اي حد اي لكن يعني انك تعتمد على ان حد يساعدك، او انك ان حد هو اللي هيفرش لك الطريق بالورود، يعني ده مستحيل، ده ما بيحصلش غير في الاحلام بس. لكن انت لو محتاج حاجه ومحتاج تحقق حاجه لازم تبذل كل جهد واي حاجه قدامك، وتعمل مجهود اكتر من اي حد تاني بيعمل، يعني تحاول تعمل اقصى ما تقدر انك تعمله. يعني انا هنا مثلا بشتغل شغل عادي ملوش اي علاقه بالرياضه، بشتغل كمدرب برضه، لكن في نفس الوقت ده ما بيوقفليش ان انا استمر كلاعب، يعني مش مجرد ان انا حد بيمارس بس الرياضه، ده واحد بيمارسها من اجل البطولات وان هو يمثل بلده وكده. فالموضوع بيبقى موضوع صعب مش سهل، بس الحمد لله رب العالمين ربنا بيقدر لي يعني ان انا ابذل مجهود واستمر في اللي انا اواصل في الرياضه بتاعتي والحاجه اللي انا بحبها الحمد لله رب العالمين. كابتن احمد، انت الاثنين ساندو اللي وراك دول بتوع اللقبين 2015 و2017 صح؟ دي بتاعت المركز الثالث لسه من الاسبوع اللي فات في الارو كلاسيك، وده كان 2018 المركز التالي برضو في ارو كلاسيك، ودي واللي هناك ده المركز الاول في 2017. ما شاء الله، يعني قصة نجاح. وطيب ايه اللي عندك اللي جاي كابتن احمد؟ يعني هتشارك في ايه؟ ايه اللي جاي عندك وبتستعد له وخطتك الفترة اللي جاية ايه يا كابتن احمد؟ انا باذن الله في بطولة في شهر 7 اللي هي الناشونال، هنا بيبقى فيها كروت احتراف ان شاء الله هلعبها، وان شاء الله باذن الله بعديها مستر اولمبيا اللي جاي باذن الله هحاول ان انا بجهز لها من دلوقتي ان شاء الله باذن الله، وهلعبها باذن الله برضه. طيب شايف من هنا لشهر 7 فتره كافيه يا كابتن احمد الاستعداد للبطوله ولا محتاج وقت زياده؟ يعني 5 شهور يعني خاصه ان انت ما لحقتش حتى تستعد لارنولد، يعني انت ما شاء الله واخد ثالث وانت يعني نازل راجع من اصابه او فرق من بدايه التمرين شهر ونص، شايف 5 شهور دي فتره كافيه؟ هو في كمال الاجسام عموما مش اقل من 6 شهور، بس هو الحمد لله رب العالمين، يعني كون ان انا اقف على مسرح زي ارو كلاسيك وفي بطوله قويه زي دي وارتب في الثلاثه الاوائل وانا باصابه، فمجرد ان الوقت يعني ان انا يعني بحاول ان انا ازود مجهود على مجهود، يعني مش هبتدي من الصفر، يعني لو واحد ببتدي من الصفر الوقت ده طبعا مش كفايه، لكن انا دلوقتي
عامل مستوى اوريدي الحمد لله، محتاج بس ان انا ازود عليه، ان انا احاول امسك على الدايت برضو واتمرن بنفس القوة اللي انا بتمرن بيها، ومجرد 2 أو 3 شهور مش هيبقى الموضوع صعب يعني، هيبقى بإذن الله سهل بإذن الله. طيب يعني عايز يعني اسالك، انت طبعا اكيد بتقابلك مشاكل، يعني بتحس ان انت يعني حاجات بتعطلك وانت بتدوس عليها. طب لو منتخب مصر في الفتره دي وانت في المشاكل وفي الهيصه وفي الاستعداد، ده طلبك منتخب مصر، طلبوك تيجي تلعب معاهم بطوله مثلا بحدد متوسط ايا كان البطوله دي، هترحب؟ أمر مصر في أي وقت كان، لو أنا في آخر الدنيا حتى لو أنا في كوكب تاني هاجي وألعب لمنتخب مصر، لأن يعني ده يعني ده أول بطولة لعبتها لمنتخب مصر كانت في 2011 بطولة البحر المتوسط، وكانت من أجمل البطولات، هي مش أقوى البطولات اللي كسبتها الحمد لله رب العالمين، بس من أجمل البطولات، لأنها كنا إنك تشارك مع منتخب مصر وإنك تسمع السلام الوطني حتى لما بعد ما تكسب وكل الناس تقوم تقف لمجرد ان انت عشان انت كسبت السلام الوطني لبلدك، ده احساس غير عادي يعني، ده في حد ذاته بيبقى موضوع عاطفي جدا وحاجه جميله يعني، تحس انك عملت حاجه لبلدك يعني. ده مش غريب عليك ان انت تقول كده يا كابتن احمد؟ يعني انت مثلت منتخب مصر، ولما اقول لك ان يعني منتخب مصر يعني بيناديك هتقول طبعا مش هتاخر. انا مش عارف اقول لك ايه بجد، ده شعور طيب، وده مش الغريب على كل المصريين الحقيقه، وهو ان كل مصري نفسه يشوف علم مصر رقم واحد. طبعا لاعبنا لاعب كمال الاجسام المصري، واللي عايش في الولايات المتحده وحامل الميداليه الذهبيه في 2011 بحر المتوسط، ويعني مستر اولمبيا 2015 و17 من نيويورك، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شفتوا بيبقى في نماذج كتير مشرفه، واحنا دايما بندور على النماذج دي ونحطها للساده المشاهدين عشان الشباب يستلهم انه مهما قابلته من صعاب يقدر. ولو جبنا لكم كل ناجح هتلاقيه عنده مشاكل وعنده صعاب، ما بيقولش لا انا وقفت، بيكمل. احنا بنشكر الحقيقه احمد عثمان، واكيد هنتابعه الفتره اللي جايه، وكل التوفيق ليه ان شاء الله وكل اللعيبه المصريين في كل مكان. هنروح لخبر اخر من داخل النادي الاهلي، وهو الاعلان عن التعاقد مع عمر عصر، خامس اولمبياد طوكيو 2020 ولاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر لمده موسمين قادمين. كابتن خالد العوضي الحقيقه اعلن، والنشاط الرياضي اعلن هذا التعاقد، وعودا حميدا يا عمر. انا عايز اقول لكم ان عمر مش معنى انه مضى انه كان بعيد عن النادي الاهلي، لعيبه التنس الطاوله مختلفه شويه عن الالعاب التانيه، يعني ممكن يكون بيلعب في اكتر من نادي في الموسم الواحد. طبعا دي صوره توقيع كابتن خالد العوضي مع عمر عصر، وقال كابتن خالد العوضي ان المفاوضات مع عمر لم تستغرق وقتا طويلا، وان اللاعب الكبير وقع العقود الانضمام الى النادي دون ان يكون له اي شروط يعني مبديا رغبته الكامله والاكيده في التواجد داخل الاهلي والمساهمه في تحقيق الكثير من الالقاب خلال الفتره المقبله. واكد مدير النشاط الرياضي ان التعاقد مع عصر يمثل اضافه كبيره بما يملكه من خيرات او خبرات واسعه ومسيره مميزه، خاصه بعدما قدمه من انجازات كبيره في دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020، زي ما قلت لحضراتكم المركز الخامس كافضل ترتيب للاعب عربي او افريقي في التاريخ في الاولمبياد. واللي عايز اقوله انه الفتره اللي جايه احنا محتاجين له، يمكن عمر ما لعبش معانا البطوله العربيه، ولكن الفتره اللي جايه لما هيتواجد اكيد اضافه مع اللعيبه والنجوم الموجوده. مبروك يا عمر، والف مبروك ايضا للنادي الاهلي التجديد او التعاقد مع عمر عصر. هنروح للخبر المحلي الوحيد معانا، وهو ان الاتحاد كره اليد اعلن التعاقد مع كارلوس باستور المدرب المدير الفني الاسباني، وتعاقد معاه لتدريب منتخب مصر طبعا خلفا للمدير الفني السابق، وهيستمر معانا كارلوس حتى بعد اولمبياد باريس 2024. طيب المدرب ده بيسموه الاستاذ في اوروبا لانه اتخرج من تحت ايده مدربين عظام كثيرين، والحقيقه ليه اسباني؟ لان المدرسه الاسبانيه ماشيه مع مصر زي الفل، يعني 100 فل و14. بص بقى عد معايا، عندك المدير الفني الاسباني يعني السابق لمنتخب مصر كره اليد كان عامل شغل كويس جدا، عندك مستر اجوستي بوش، عندك الناحيه الثانيه المدير الفني الاسباني مع نادي الزمالك في كره اليد، عندك ديفيد ديفيس المدير الفني الاسباني لكره اليد في النادي الاهلي. المدرسه الاسبانيه ماشيه مع مصر تمام، تفهمش يمكن البحر الابيض متوسط زي بعض وبتاع، بس جينات قريبه، بيفهم بسرعه اللعيب المصري، بيفهم طبيعه اللعيب مدير فني زي ده انت محتاج عندك جيل كويس، محتاج حد بس يحط بصمته وجهد فني مع الفريق. في مدربين كبار
خرجوا من تحت ايد المدير الفني الجديد كارلوس، اتمنى له كل التوفيق، والفتره اللي جايه عنده التزامات المنتخب. ولكن انا عايز اشير هنا او اوضح ان اتحاد كره اليد دايما سباقين. التغيير حصل في وقت مناسب بعد بطوله العالم اللي فاتت، عندك فتره يبقى لازم تغير لو عايز تغير. التغيير ما حصلش قبل كده ليه؟ لان كانت الدنيا متلاحمه، بيفكروا بهدوء، مفيش انفعالات، كره اليد بامانه، والاتحادات المتعاقبه دايما بيحطوا يعني سياسات واضحه وبيكون لها انعكاس كبير جدا على مستوى كره اليد المصريه. كده نكون خلصنا الحقيقه اخبارنا، هنطلع لفاصل عشان نستقبل نجوم الماسترز عشان نتكلم معاهم، ونحتفل ايضا بالبطوله العربيه ونتكلم معاهم عن ما هو قادم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وكاس البطوله العربيه الحقيقه يعني اضخم كاس جنة في الاستوديو الحقيقه بدون مبالغه، ما شاء الله حاجه يعني يليق بالبطوله العربيه الكبيره اللي فاز بيها النادي الاهلي لكره الطائره. زي ما انتم شايفين اهو كبير ما شاء الله، كاس كبير جدا. في البدايه برحب بنجم الفريق الكابتن محمد عبد المحسن، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. حضرتك يا اسف، حضرتك يا اسف، الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك حبيبي. بطولتين في موسم واحد في البدايه حاجه جميله ومشرفه. مجرد البدايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، برافو عليك، دي البدايه. ان شاء الله. برحب بنجم الفريق ونجم منتخب مصر ايضا كابتن محمد عصران. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك يا كابتن. والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. يمكن دي اول تاني بطوله. ثالثة الحمد لله. فكرني السوبر ودي وايه الثالثة؟ افريقيا صحيح السنة اللي فاتت، افريقيا السنة اللي فاتت. الحمد لله. كابتن محمد يمكن اجيلك، اكيد البطولة العربية ما كانتش سهلة بالمرة. خلصنا السوبر المصري، دخلنا على البطولة العربية، لعبنا ماتش بماتش. يعني اكيد كان في مباريات صعبة في البطولة، اكيد كان في تحضير لمباريات صعبة، شايف البطولة كانت ازاي؟ لا بطولة طبعا، البطولة العربية بتبقى صعبة طبعا كعادتها، يعني لأن كل الفرق بتبقى معاها محترفين جامدين جدا. يعني فريق بني ياسر كان معاه أربع محترفين. فريق بحرين كان فرقة قوية جدا برضو، فالبطولة كانت صعبة جدا. يعني لعبنا كل الفرق، كان الفرق كلها كانت صعبة، فالحمد لله قدرنا نكسب البطولة الحمد لله. طبعا كنا دايما قبل الماتشات بندرس الفرق كويس جدا، بندرس قوة وضعف، نقطة ضعف الفريق وقوة والقوة بتاعت الفريق، قوة الضربة بتاعت الفريق، فالحمد لله قدرنا الحمد لله ناخد البطولة الحمد لله. وانت على المستوى الشخصي عملت ما شاء الله بماتشات كويسة بطولة عربية. لا والله الحمد لله، انا عملت اول ثلاث ماتشات كويسين جدا، بعد كده تعرضت لإصابة في صباعي، خدت ثلاث غرز. جت من ايدي؟ والله بعد ما خلصنا اول ثلاث ماتشات اتمرنا بعدها في يوم الراحة، اتمرنا عشان بنجهز الماتشات اللي بعدها، فبطلع بلوك زميلي بالفرقه، فالكوره جت في صباعي فخدت ثلاث غرز. يعني الكوره من قوتها عورتك؟ يا خبر ابيض. فالحمد لله. ايه ده السكينه دي ولا ايه؟ كوره لا عادي، الكور ممكن تفتحك طبعا، ممكن تخلع صوابع وكده يعني. فالحمد لله يعني طبعا دكتور سامح طبعا لما حليم طبعا ربنا رب رجعه بالسلامه، طبعا لعيب كبير جدا وطبعا كلنا زعلانين عليه طبعا، ياثر طبعا مع الفرقه، وانا بتمنى ان شاء الله يرجع في اسرع وقت ان شاء الله. طبعا لما حليم اتصاب طبعا فما كانش فيه، كنت لازم ان انا اكون موجود مع الفرقه. صحيح. طبعا عشان طبعا عادل وسعودي ما ينفعش يشيلوا لوحدهم. صحيح. فطبعا الدكتور سامح تعب معايا جدا في الفتره دي طبعا، والحمد لله قدرت ارجع بسرعه وابقى موجود مع الفريق. بس حته الثلاث ورز دي ما يعني ما اتقالتش، وده برده حاجه كويسه ان الجهاز ما اعلنش او ما عرفناش في الميديا ان انت مصاب. لا الحمد لله احنا السنه دي مكتمين جدا على الفرقه طبعا. صحيح. عكس السنه اللي فاتت طبعا، السنه اللي فاتت طبعا حصلت طبعا ظروف، ده النادي الاهلي طبعا صعب جدا يخسر بطولتين في موسم واحد، فطبعا السنه دي احنا مكتمين على الفرقه ومركزين بس في هدفنا ان هو الخمس بطولات ان شاء الله باذن الله لو عدنا بيهم الجمهور. والحمد لله يعني ما حدش عارف موضوع اصابتي، الحمد لله كان الكابتن بيدو بيحتاجني في اي وقت كنت بنزل بعمل اللي عليا، وكلنا طبعا كلنا بنساعد بعضنا يعني الحمد لله. صحيح. طب عصران برضو البطوله كانت مش حلوه عليك، يعني يمكن انت عملت برضو مباريات كويسه بصراحه. طبعا. وفي ماتش او اتنين خدت فيهم احسن لاعب بتهيألي، انا فاكر حاجه زي كده، صح الكلام ده ولا انا؟ تقريبا ماتش صح؟ خد احسن لاعب في المباراه، احسن لاعب جاب نقاط، جاب نقاط صحيح، اعلى سكور، انا فاكر حاجه زي كده وشفت الصور في على السوشيال ميديا. البطوله كانت يعني كانت قويه. اتفق طبعا مع محسن في الموضوع ده ولا شايف انها كانت ماتشات وماتشات؟ لا اتفق طبعا مع محسن في الموضوع ده، الانديه ما شاء الله جايبين محترفين، كل نادي مثلا جاب 3 4 محترفين، فريق بنياس مع اربع محترفين اقوياء يعني، فكانت فرقه يعني كويسه، بس الوكره كانت برضو قويه، فرقه كويسه جدا كان معاها 2 محترفين كويسين. ده غير الاربعه المجنسين، غير الاربعه يعني يعتبروا 6 اجانب، 7 في الملعب اصلا مش قطريين، يعني مش قطريين يعتبروا فرقه قويه بصراحه جمد. يعني دي تقريبا كانت من احسن المباريات، بس فرقه البحرين دايما ما شاء الله يعني فرقه كويسه. الوكره كانت قبل النهائي. الوكره كانت قبل النهائي. كسبنا 3-1 تقريبا. كسبنا 3-1
وهي كمان طلعت فرقه عتيده، طلعت الناحيه الثانيه تقريبا فرقه الكويتيه، الاهلي القطري، الاهلي القطري، وفي فرقه كسبتها 3-2 تقريبا الحاجه يعني الكويتيه او حاجه، كسبوها 3-2 في دور الثمانيه. ايوه كان ماتش، كان احلى ماتش في البطوله الحقيقه، مش فاكر كان اسمه الكويتي. يعني انتوا الوكره، احنا لعبنا الوكره في دور الثمانيه ولعبنا السيب العماني في نص النهائي والبحرين في النهائي. الوكره بقى طلعت دور الثمانيه بعد ما كسبت يعني 3-2 ماتش كان جامد. فالوكره فرقه كويسه، فرقه الكويت دي، وبعد كده لعبوا الاهلي القطري وكسبوا برضو الاهلي القطري 3-1 تقريبا. وبعد كده وصلوا السيب العماني 3-2. خلي بالك برضو يعني السنه دي كانت اقوى، لان الفرق بتيجي تشارك في مصر هي عارفه مستوى الفولي بول هتوصل عامل ازاي، فبيجوا يعني انا بتهيألي دي اقوى نسخه بطوله عربيه اتعملت بامانه من اللي تابعناه، مش عشان احنا كويسين وبنكسب بفرق فهي ضعيفه، لا البطوله كانت قويه. طيب انا عايز اكلمك في حاجه يا عصران، يمكن الروتيشن اللي بيعمله كابتن محمد مصلح حميدو، وبالرغم ممكن في مباريات تشارك بوقت قليل، ولكن لما بيجي يعتمد عليك سواء انت او محسن او كل اللعيبه بنلاقيكوا الله اكبر تفرم. المينتاليتي دي جايه ازاي؟ يعني انتوا ازاي بتبقوا جاهزين لاي وقت تنزلوا تبقوا احسن لعيبه في الملعب؟ هو يعني كابتن ميدو بصراحه بيتكلم مع كل اللعيبه وبيدي الثقه لكل اللعيبه، يعني بصراحه يعني بننزل هو كابتن ميدو بيشحننا للماتشات، يعني عموما كنا داخلين البطوله العربيه لا شاحنا قبل ما نبتدي اصلا يعني حتى في السوبر برضو بسبب الاخفاق السنه اللي فاتت كان هو كان بدايتنا السوبر صحيح. كان كابتن ميدو شاحنا يعني لازم نكسب، وعمليه الروتيشن بصراحه يعني دي انا شايفها حاجه كويسه لكل اللعيبه. وطبعا كل اللعيبه اللي عاوز ينزل حتى لو هينزل بنتين ثلاثه لازم يثبت نفسه، كله عاوز يلعب محدش عايز، دي حاجه كويسه. بس صحيح. احلى حاجه الروح اللي ما بيننا، التنافس يعني ده لمصلحه الفريق، ده لمصلحه الفرقه بصراحه يعني. وانتوا كلعيبه يعني بتفكروا الفكر ده بالظبط كده، عشان كده بيبقى في تطور جامد في كل المهارات. يعني عموما كل لعيب بيبقى عاوز يثبت مهارته الاحسن عشان يلعب. انا عايز اقول لك ان انا بستغرب يعني كنت من دون انتوا من اللعيبه القليلين ما شاء الله عليكم، انه لما بتاخد فرصه وبتنزل مثلا انا بلاقيكوا يعني كانك بتلعب كل يوم، كانك بتلعب كان ما في انت اللعيب اللي ما يعني ما فيش حد غيره، فدي حاجه الحقيقه يعني تحسب لكم بامانه. طبعا لازم الناس تبقى قد التيشيرت اللي لابسها، طبعا احنا طبعا بنلعب في نادي كبير، طبعا النادي الاهلي طبعا نادي كبير، فطبعا لازم اللعيب اللي يبقى في الملعب يبقى لازم يبقى قد المسؤوليه، لازم ينزل يعمل اللي عليه طبعا، حتى لو ينزل نقطه زي ما عصران قال او نقطتين لازم ينزل يعمل اللي عليه، يثبت للناس والجمهور والجهاز الفني انا موجود وجاهز في اي وقت. لما مدرب يشوفك ان انت جاهز في اي وقت بعد كده ممكن يعتمد عليك في ماتشات كده. ما شاء الله عليكم بجد، يعني بامانه لما تلاقي اللعيب بياخد الحته دي بشكل ايجابي. خلينا نتكلم بكل امانه، اللي قاعدين معاه دول نجوم، نجوم مش هزار. فلما نجم يبقى مثلا بيلعب النهارده ماتش ممكن يبقى لاعب ثلاث شواط، الماتش اللي بعده ممكن ما يشاركش او يشارك قليل، ويبقى بالمنتاليتي دي، لا برافو عليك، وده سر نجاح الفرقه. لغير كده برده الكابتن ميدو برده طبعا انا اسف وقت كلامك برده، احنا عندنا بالفرقه 16 نجم، مفيش حد نجم عن نجم، لا كل 16 نجم. فطبعا صعب جدا لما لاعب يعني لما يراضي ال 14 واحد في ماتش واحد، لازم طبعا في سته ماتش النهارده، في سته في ماتش بكره، لازم نريح بعضنا. لكن لما يجي يعتمد على سته مره واحده هيتهلكوا. لازم يجهز مع اسرار، لازم يجهز محسن، لازم يجهز لا لازم يجهز ده عشان لما يحتاج ده في ماتش مثلا يلاقيه. فاهم قصدي؟ هو الروتيشن ده اصلا يعني الحمد لله فارق جدا مع الفرقه السنه دي. يعني انتوا خدتوا بالكم من الصفحات والسوشيال ميديا اشادوا يعني بيكم بشكل كبير جدا، والحسيني كمان معانا النهارده اشادوا بيه، انه حتى الوقت اللي بتاخدوه في ماتشات بتاخدوا فيها وقت بتنزلوا وتعملوا الفارق. انت بتقرا الكلام ده؟ يعني تابعته وشفت في يعني في صفحات يعني بعد البطوله بصراحه تابعنا الكلام ده، يعني كانت حاجه كويسه بصراحه، كانت بتفرحنا وبتدينا حافز البطولات اللي جايه ان شاء الله. يعني بصراحه بيشجعونا جدا، ودي احلى حاجه بصراحه انا شفتها في النادي الاهلي. يعني والاداره بصراحه داعم لينا قوي، يعني دي من اكتر الحاجتين اللي انا شفتهم كويسين. الاداره كل ماتش معانا وكل بطوله حتى في السوبر والبطوله العربيه الاداره في ظهرنا والجمهور في ظهرنا. بصراحه انا اول مره اشوف الجمهور والاجواء دي طبعاً. يعني بصراحه عارف لو كانوا فتحوا الصاله يوم الماتش الفاينل طبعا كانت مش هتتملي، ده هتتملي، ولو عملوه بصراحه كانت هتتملي طبعا. فهو الجمهور كان بينادي على طول، كانوا مشتاقين للموضوع ده. لا وانتوا كمان ليكوا وضعيه خاصه عند جمهور النادي، دايما بيشبهوا الماسترز او رجال الكره الطائره بكل فريق كره قدم. قال لكم تاريخ طويل جدا، وكل لاعب يعني ما شاء الله عصران احنا بنتكلم على ثلاث كؤوس وهو لسه ثاني سنه ليه،
انت كام بطوله يا محسن؟ دي الثالثه يعني لسه اول سنه اول موسم ليا والسنه دي، يعني قصدي اقول لك ما شاء الله في سنه ونص ولو حققنا الخمسه هتبقى ست بطولات النادي مع النادي الاهلي، لاعب بيبقى لسه جاي بيحقق عدد بطولات كبيره. طب خلينا نتكلم عن اللي جاي. اللي جاي اللي فات يعني اقل حمل من اللي جاي. طب شايف اللي جاي ازاي؟ شايف البطولات اللي جايه ازاي يا كابتن؟ لا والله هو عندنا طبعا عندنا بقى خلاص بقى نبدا دوري ان شاء الله من الجمعه والسبت ان شاء الله مع فريق الطيران. احنا بعد البطوله العربيه احنا خدنا يومين اجازه ورجعنا طبعا للتمرين طبعا عشان بنستعد طبعا لفريق الطيران. طبعا مفيش مسار سهل في الرياضه، مفيش مسار سهل، ممكن في اي لحظه يحصل تلاقي نفسك بره، وتلاقي نفسك بره الدوري. صحيح. واحنا طبعا لازم نرجع الدوري طبعا السنه دي طبعا للنادي طبعا، فطبعا احنا مركزين جدا طبعا، مستعدين كويس جدا لماتش الطيران. احنا واخدين خطوه خطوه يعني، ماتش المره الجايه عندنا، الخطوه الجايه عندنا الطيران، ماتشين الطيران اول ماتش الجمعه نفكر في الجمعه، بس حتى مركزين بقى في ماتشات الكاس ولا حاجه، يعني نعدي الطيران بعد كده نفكر في اللي جاي ان شاء الله. مفيش حاجه يعني البطوله العربيه صعبه، لا الدوري صعب برده والكاس صعب، وافريقيا طبعا والافريقيا اصعب بكتير طبعا. انت السنه اللي فاتت واخدين افريقيا من الترجي في تونس، فافريقيا اللي جايه هتبقى اصعب بكتير طبعا، فلازم نبقى مستعدين كويس جدا طبعا. طب عصران بتتفق مع محسن كده ان اللي جاي اصعب من اللي فات؟ اه طبعا يعني بتفق مع محسن، الدوري والكاس اخفقنا فيهم الموسم الماضي، فلازم يعني الكاس والسوق والدوري ان شاء الله لازم ندخل اقوياء جدا. وشايف يعني دي يعني فتره لينا تهيئنا للبطوله العربيه. برافو عليك، يعني بص انت بطوله افريقيه جاي مركز في اللي جاي، بس اللي جاي هيعدنا للاصعب. اه طبعا يا كابتن ميدو اتكلم معانا بعد السوبر، ما صفحه واتقفلت بعد كده. امتى اتكلم معاكم؟ تاني يوم ولا امتى؟ قال لكم امتى صفحه واتقفلت؟ بعد السوبر خدنا تقريبا يوم اجازه مثلا. قال لنا الغوا قفلوا الصفحه ديت، نفكر في العربيه. نفكر في العربيه. بعد العربيه برضه نفس الكلام. قبل ما نخلص في الدوري ونفكر برضه في الكاس ونفكر في افريقيا، بس احنا ماشيين خطوه خطوه. الخطوه اللي جايه اقفل بقى. الطيران. مش هنحتفل دلوقتي. مركزين في الطيران. مش هنحتفل دلوقتي، الاحتفال هيبقى بعد نهايه الموسم الخامس. ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. طب انا عايز اسالكم على لقطه عصر. السنه اللي فاتت بعد ما خسرنا الدوري والكاس، كابتن خالد ابو زينه ماشي في الطريق راجعين من ماتش كان الدوري الثاني، الكاس كان الاول. ولقى مكالمه من يعني كابتن محمود الخطيب وطلب ان انتوا تيجوا تفطروا ثاني يوم. فاكر في النادي انت فاكر في رمضان؟ فاكرها. كنا في رمضان وكان ثاني يوم الخساره. بصراحه وكنتوا رايحين افريقيا. كنا رايحين افريقيا، ده كان بعد الكاس. كان بعد الكاس ولعبنا الدوري الاول كاس، بعد كده افريقيا في الاخر. افريقيا كانت في الاخر. كان اول الكاس الاول؟ لا دوري كاس. دوري كاس. ولم نوفق، وبعد كده جت التليفون لكابتن خالد ابو زينه، كابتن الخطيب طلبكم ثاني يوم للفطار معاه. للفطار. وجالكم ثاني يوم كابتن محمود الخطيب ماسك ورقه في ايده، الورقه دي فيها كل بطولاتكم اللي انتوا حققتوها على مدار التاريخ. كلمني عن انطباعك كده وانت رايح تقابل كابتن الخطيب ورايحين تفطروا معاه، والراجل بدل ما يلومكم او يعني المفروض انتوا متوقعين انتوا خسرانين فلو اتلم عادي يعني يقول لكم ولا حاجه، يعني رد فعل او الانعكاس ده عليكم كان ايه؟ احنا طبعا كنا اول ما سمعنا كده هو كلنا كنا متضايقين جدا بسبب الخساره، فاول ما سمعنا كده فرحنا النادي وفطرنا، فبصراحه يعني فرحنا وانبسطنا جدا من كلام كابتن بيبو، يعني ادانا حافز قوي جدا للبطوله الافريقيه دي، كانت يعني حاجه عمري ما شفتها في اي نادي تاني، اللي هو بيدينا حافز للي جاي. يعني انا كنت متوقع غير كده بس رغم الهزيمه. رغم الهزيمه يعني اتفاجئت بصراحه، وادانا طاقه جد طاقه جامده جدا للبطوله الافريقيه الحمد لله. يعني صحيح. الحمد لله ما شاء الله، يعني ما طلعتش معاهم بس هم ما شاء الله يعني. انت لسه بتقول اللي بيلعب زي ما بيلعبش. طبعا هو كان عنده جيش اصلا ساعتها وكان اسمه ممنوع السفر. وخلي بالك انت ان شاء الله اللي جاي افريقيا اللي جاي هيبقى لك دور كبير ان شاء الله بالمستوى اللي انت ماشي بيه. طب محسن نفس الكلام بقى اللي حصل السنه اللي فاتت والزياره دي، ورحت قعدت مع كابتن محمود الخطيب ولقيته بيقول لكم ولا اي حاجه، وانسوا احنا انتوا جبتوا لنا بطولات كتيره وركزوا في افريقيا، كان انطباع القعده دي ايه او المحاضره دي معاكم؟ لا والله انا طبعا انا جاي من نادي الزمالك، فحضرتك عارف طبعا. انا اول مره في حياتي اشوف رئيس نادي طبعا بعد خساره، انا مش بجامل اقسم بالله، انا عارف طبعا اول مره اشوف رئيس نادي مثلا او مسؤول في نادي بعد خساره بطولتين في مكان صعب انك تخسر بطوله او انك تخسر البطوله دي كارثه، ما بيتقبلش. فانا صراحه انا كمحسن كنت رايح الان انا قلت في حاجه وما الحمد لله طبعا لا كان كلامه حافز قوي جدا للبطوله الافريقيه طبعا. الناس حاسه بالمسؤوليه، كلامه طبعا فرق معانا جدا طبعا، هو قال لنا ان شاء الله انا واثق فيكم هتروحوا ان شاء الله وعارف وهنقابلكم في المطار بالكاس. قال لكم كده كابتن؟ طبعا. فالحمد لله يعني قد كان، يعني الحمد لله ربنا كرمنا هناك ووفقنا وخدنا البطوله طبعا الحمد لله. طب انت حاسس لما بنكسب بطولات زي كده بيبقى اللعيب بامانه
بيحس بالفخر انه كان محل ثقه رئيس النادي، لما يكون رئيس نادي كبير واسطوره كبيره زي كابتن محمود الخطيب بيحط ثقته في الفرقه، مهتم بالفرقه، فانتوا لما بتحققوا مكسب بتحس ان انت طبعا. انا لما احس ان المسؤول واثق فيا انا طبعا ثقتي في نفسي هتزيد طبعا. انا لما المسؤول او اكبر حاجه في النادي مثلا يبقى واثقه في الفرقه في التيم او كشخص معين مثلا، لازم اكون واثق في نفسي كفرقه ان احنا ان شاء الله باذن الله نحقق التارجت والهدف اللي هو عايزه او اللي النادي كله عايزه والجمهور يعني. عايز اقول لك يا محسن ان النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي، خلينا انا واحد منهم، بيحبك جدا. الحمد لله. انت نجحت في سنه ونص يعني تمتلك قلوب جمهور النادي الاهلي. والله الحمد لله طبعا بأمانة. انا حابب اشكر طبعا الجمهور طبعا. انا يعني السنه اللي فاتت كنت متابع السوشيال ميديا قوي وبخش على الصفات الالعاب الصالات ما اعرفش ايه، السنه دي حاولت ان انا ابعد شويه اركز في الملعب اكتر، فطبعا مراتي طبعا بتوريني كل حاجه، اي كلام بيبقى عليا طبعا ايجابي طبعا كان بيفرحني يعني، بتفرح طبعا لما بتلاقي كلام كويس عليا بتبعت لي وكده. لا طبعا الجمهور واقف معايا وقفه جامده جدا. ودخلت البوم دخلت البوم الحمد لله حلو. الحمد لله فهم واقفين معايا وقفه جامده جدا طبعا. انا اول مره في حياتي اشوف حاجه زي كده، خصوصا انا جاي من نادي الزمالك يعني، هم حبوني في الفتره الصغيره دي طبعا، دي حاجه مش طبعا الحمد لله انا ده حاجه عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. فانا ان شاء الله باذن الله انا بوعدهم ان شاء الله هيكون يعني ان شاء الله باذن الله اقدر اساعد الفريق اكتر من كده ان شاء الله في البطولات الفتره الجايه ان شاء الله. ومعانا يعني ما ينفعش نبقى في احتفال زي ده وفرحه زي دي ما يكونش معانا المايسترو اللي العين بتحب تشوفه يعني. احنا لما بنشوفه في الملعب والله يا جماعه ما بقول لكم الكلام ده يعني، لما اتصاب جاله سبين انكل وقعد في المدرجات برضه تحب الكاميرا تيجي عليه. معانا كابتن الفريق واحد نجوم طبعا يعني مصر واسطوره كبيره كابتن عبد الله عبد السلام. اهلا بيك يا كابتن عبد الله. ربنا يخليك كابتن هيثم، اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب، وارحب بحضرتك وبالكباتن المستشفين يا كابتن هيثم. ربنا يخليك على كلامك الجميل دوت وسام على صدري والله يعني. لا كابتن دي حقيقه بقول لك والله، انا مش بزود كلمه، انا فعلا من الناس اللي بحب اشوفك، بحب اتفرج، مش هتفرج كفولي بول، احب اشوفك بس في الملعب. المهم انا بقول لك الف مبروك يعني، انتم السنه دي مركزين قافلين على نفسكم، الف مليون مبروك. عندكم اللي جاي لسه كمان صعب يعني، تحب تقول ايه على اللي فات وعلى اللي جاي كمان يا كابتن عبد الله؟ ربنا يخليك يا كابتن هيثم، الله يبارك في حضرتك، ببارك طبعا مجلس اداره النادي الاهلي كلها برئاسه كابتن محمود الخطيب، ببارك للجهاز الفني المحترم بكره كابتن محمد مسلحي والفني والاداري والتقني، ببارك للعيبه الرجاله. طبعا تحدي صعب جدا بعد خساره الموسم اللي فات دوري وكاس، الحمد لله ربنا قدر يكرمنا يعني، نقدر نفرح الجمهور حاجه بسيطه، نختم بطوله افريقيا الموسم ده يعني، واخدين الحمد لله من اول على المحمل الجديه. يعني كل الماتشات اللي فاتت الشهرين اللي فاتوا كان اهميتهم اللي هي موجوده شهر مارس اللي احنا فيه دوت. نعم. حسمنا الحمد لله في اول بطوله اكتوبر، ودخلنا على البطوله العربيه الحمد لله حسمناها بشكل كويس وبشكل جيد وباداء عالي الحمد لله. صحيح. فبشكر اللعيبه والجهاز الفني، وان شاء الله ربنا يكرم خلاص يعني صفحة واتطاوت، وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله اصعب طبعا. ربنا كريم ان شاء الله رب العالمين، خلاص احنا في نص الموسم يعني، لعبنا كتير، لعبنا من اكثر الفرق اللي موجوده في مصر، احنا لعبنا ماتشات كتيره جدا. صحيح. ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله يعني، نأدي الصوره كويسه ان شاء الله، نقدر نرجع الدوري تاني ونرجع الكاس ان شاء الله، ونختم بافريقيا ونفرح جمهورنا كالعاده باذن الله. انتوا قدها ودوده يا كابتن، ويمكن بعد كاس السوبر انت خدت كاس السوبر بعد ما استلمته ككابتن الفريق وقائد للفريق، ونزلت على عصران تقريبا ومحسن، صح ولا انا غلطان؟ لا عصران وعزب. عصران وعزب. عصران وعزب، انا اسف، عزب. محسن كان في افريقيا. محسن كان طيب. يعني انت قصدك بايه بالحركه دي؟ يعني احنا ما اتكلمناش من ساعتها، بس ايه يعني ايه مغزى الحركه دي؟ انا عايز اسمعها منك يا كابتن عبد الله. والله يعني احنا طبعا زي ما حضرتك عارف يعني تجمعاتنا وقعداتنا مع بعض اكتر ما تكون في بيوتنا. صحيح. طبعا انا حاسس بعصران وحاسس بعزب. عصران كان نفسه السنه اللي فاتت يبقى معانا في بطوله افريقيه، بس ظروف حصلت خارج ارادته اللي هو ما يقدرش يسافر معانا. انا شايف عصران من ساعه ما جه في النادي الاهلي عايز يقدم احسن حاجه عنده، عايز يثبت للناس اللي هو لعيب محترم، لعيب كويس طبعا، هو لعيب محترم ولعيب ذو خلق عاليه، فانا شايف يعني حاجات كتيره، فكان نفسنا نفرحه ويكون معانا في افريقيا بس ما حصلش نصيب. استنيت لحد بعد اول بطوله ان شاء الله على الموسم دوت، كان برضو كعزب شايفهم هم بيتكلموا مع بعض، نفسنا احنا جينا النادي الاهلي عشان نكسب البطوله، نفسنا يعني كان عايزين يحسوا بطعم المكسب. فانا الصراحه كنت شايفه مفاجاه، حتى ما كنتش بتكلم مع احمد صلاح ولا حد من الفرقه خالص يعني، حد استنيت لحد ما ربنا كرم الحمد لله رب العالمين ببطوله اكتوبر، واول لما جينا خلاص استلمنا الكاس لقيتهم حتى هم كانوا في حاله ذهول. انا طبعا الرساله دي بوصل لهم بوريهم يعني انت كان عندك شغف، انت عايز تكسب وفي فرقه كبيره، شوف بقى احساسك وانت بترفع الكاس،
شوف احساسك اول بطوله مع النادي الاهلي، يعني دي زي ما بتقول يعني ان شاء الله ربنا يديله طول عمره على قد ما نقدر نحضر معاه في الملاعب ونقدر نساعدهم ونقدر نديهم خبراتنا انا والناس الكبيره احمد صلاح وحسام يوسف. فعايز يعني زي ما بتقول عايز رساله اوصلها لهم ان شاء الله رب امين يكملوا ويستمروا في مكسب البطولات. يعني عايز اوريهم فرحه البطوله حاجه كبيره جدا، تعبك كله بيجي في ثانيه اللي انت بترفع الكاس ديت بتبقى الدنيا كلها، وربنا بيعوضك عن اي تعب انت حصل منك اللي هو بيطالبك بالكاس. يعني بص يا كابتن مني يعني بحركه صغيره خليتهم نجوم شباك حتى لو ما كانوش، يعني انا بقول لك شوف يعني حركه انت صغيرتها عملتها كقائد فريق يعني ما كلفتكش اي شيء غير روح كويسه، خليتهم نجوم شباك وخليتهم نجوم ماتش من غير حتى ممكن يكون في لعيب ما شاركش او ما كانش موجود، فالله اكبر على الروح يا كابتن عبد الله والله. ربنا يخليك. لا والله احمد عادل كمان يعني نجم كبير ان شاء الله رب العالمين، صاعد واعد ان شاء الله وجاي بقوه هو وعصره ان شاء الله ان شاء الله. فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، وهم رجاله وواخدين الموضوع جد في التمرين مركزين بيساعدوا الفرقه قد ما يقدروا ان شاء الله ربنا يكرم. يعني او حتى في حد بيستعجل على زورهم ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في وقتهم جاي ان شاء الله ان شاء الله ويكسروا الدنيا ان شاء الله رب العالمين باذن الله. كابتن عبد الله عبد السلام نجم الفريق ومايسترو الفريق وقائد الفريق الماسترز، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم سمعتوا وشفتوا شفتوا الروح عامله ازاي، شفتوا المحبه، المكسب ما بيجيش من فراغ. اوعوا تفتكروا ان الماسترز بيكسبوا عشان هم الافضل فنيا بس، لا عشان اللي انتوا سامعينه ده. انا اجي برضو يعني العصران يمكن نفس القصه، انت جمهور نادي الاهلي حبك ما شاء الله، كابتن الفريق بيتكلم عنك وعن عزب وعن محسن بكل حب شاف، يعني الكلام طالع من قلبه، وان هو مش بيتكلم عنكم انه بيحبكم بس، لا شايفكم لعيبه جامده جدا يعني واثق فيكم فنيا، شايف حب الجمهور وحب الناس دي ليك ايه يا عصران؟ والله يعني ده الحمد لله فضل نعمة من عند ربنا يعني، فالحمد لله على كل شيء. وطبعا يعني انا اول مره يعني انا كنت جاي من نادي الجيش، ففي اختلاف قوي جدا يعني السنه اللي فاتت. اي نعم الجمهور اتضايق مننا وكانوا زعلانين، بس السنه دي ده بالعكس يا كابتن والله ما زعلوا صدقني، يمكن انت حسبت نفسك احنا حسبنا نفسينا طبعا يعني كنا زعلانين بس طبعا. بالعكس ده قالوا لكم انتوا ياما فرحتونا احنا مش زعلانين، واحنا كنا برضه عاوزين نفضل. دي كانت حاجه غريبه الناس حسدتكم عليها بس الحمد لله يعني موسم وعدى، فالحمد لله. طبعا الموسم ده انا بصراحه فرحان جدا ومبسوط انهم كانوا موجودين، يعني كان السنه اللي فاتت ما كانوش موجودين وده يعني ما كانش عامل روح كويسه. لا السنه دي في اختلاف يعني في البطوله العربيه بصراحه انا اتفاجئت جدا يعني بصراحه. طبعا اشكر الجمهور وان شاء الله نوعدهم ثلاث بطولات اللي جايين ان شاء الله يكونوا داخل النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. طب محسن يمكن اجي لك، لسه اكيد عندك طموحات مع النادي الاهلي، لسه عندك احلام مع النادي الاهلي، عايز تبقى وتعمل نتائج وتعمل بطولات اكتر مع النادي الاهلي، شايف ايه المفتاح، ايه البوابه اللي تقدر منها توصل لحلمك ده جوه النادي الاهلي؟ لا والله هو الاجتهاد، يعني ان انا افضل اجتهد طبعا واعمل اقصى حاجه عندي طبعا عشان اقدر احقق حلمي في النادي الاهلي. طبعا انا طبعا نفسي طبعا ابقى عامل زي كابتن عبد الله وكابتن صلاح وكابتن حسام يوسف وكابتن حليم عبو، الناس دي معاها بطولات كتير جدا في النادي، فانا نفسي ان شاء الله يعني باذن الله يكون معايا كم البطولات اللي مع الناس دي، فان شاء الله باذن الله ده مطلوب مني ان انا طبعا اجتهد اكتر في الملعب في تمريناتي، اركز اكتر الفتره اللي جايه وربنا ان شاء الله يكرمنا ان شاء الله الفتره الجايه. انا عاجبني فيك المنتاليتي بصراحه، عشان انت شايف ان الاجتهاد هو المفتاح ان شاء الله باذن الله، لازم ابذل مجهود ولازم اتعب، انا بلعب مع فرقه كلها نجوم وانا نجم ومع ذلك هجتهد. اه طبعا طبعا انا انت جاوبت لي على اسئله كتيره جدا والله، يعني النهارده بكلامك ده انت جاوبت لي على اسئله، يعني فعلا كابتن محمد مصلح ميدو بيعرف يختار بامانه والله العظيم، يعني مفيش لعيب بيجي. كابتن محمد كان قاعد على الترابيزه دي في يوم من الايام قال لي انا قبل ما بجيب لعيب عصران بيضحك، أيوة لان هو والله العظيم انا بقول لكم مش ده مش سر، قال لي انا قبل ما اجيب لعيب فنيا عالي في لعيبه فنيين عاليين بس انا مش عايزه، بيعرف يختار اللعيب اللي يقدر يخش وسط المجموعه، واكبر دليل اللي انتوا قاعدين معايا فيه الحمد لله. يعني بامانه يعني انا شايف ان يعني الاحمر يليق بكم بامانه الحمد لله. طيب كلمه تقولها لجمهور النادي الاهلي، يعني رساله توجهها لجمهور النادي الاهلي، تقول له ايه، تقول له ايه على اللي فات، تقول له ايه على اللي جاي، كلمه كده من القلب للجمهور. لا والله بقى انا طبعا محتاج طبعا كلام كتير طبعا، لان انا فعلا انا شفت يعني سنه ونص في النادي الاهلي وجاي من نادي غريم، ان اشوف الحب دوت في خلال سنه ونص او ما كملش سنه ونص لسه، فطبعا دي حاجه كبيره جدا طبعا، حابب اشكر فيها الجمهور وقف معايا كتير الفتره اللي فاتت. طبعا
عايزين نبقى في الملعب دايما، وعايزين يشوفوا محسن اللي هو بتاع الزمالك وكده. فطبعا احنا، انا عايز اقول لهم حاجه، احنا في مركزي في 4 نجوم، طبعا عادل حليم وعيبو. سعودي وانا. صحيح. فطبعا استحاله ان الكابتن ميدو اختار 2 يلعبوا، الموضوع صعب. صعب. فطبعا الكابتن بيختار الانسب في الماتش دوت والانسب في حسب الماتش، كل 2 لهم ماتش. نعم. فطبعا انا يعني حابب اوصل لهم الرساله دي من هنا. طبعا هو طبعا الكابتن بيختار الانسب، انا بس اقدر اوعدهم ان شاء الله باذن الله طول ما انا في الملعب ان شاء الله باذن الله هقدر اطلع اقصى حاجه عندي، لان هم لهم حق عليا. طالما هم الناس دي بيدوني كل حاجه، هم لهم حق عليا ان انا طبعا اديهم كل حاجه. الله عليك. طبعا النادي، طبعا طالما ان اصل النادي مش مؤثر معانا صراحه، مجلس اداره النادي الاهلي طبعا مش مؤثر معانا في اي حاجه. فطبعا حق النادي عليا انا كمحسن او كفرقه ان احنا نعمل اقصى حاجه عندنا عشان نفرح الجمهور والاداره. فطبعا باذن الله انا بوعد الجمهور ان شاء الله باذن الله ان احنا باذن الله خدنا بطولتين قفلنا عليهم الحمد لله، نفكر بقى بثلاث بطولات الجايين ان شاء الله باذن الله، وباذن الله ناخدهم ان شاء الله باذن اسمح الله. اسمح لي اسلم عليك حبيبي والله بجد على الهوا حبيبي، لان فعلا كلامك لمس قلبي والله حبيبي. بجد انا بحييك يا كابتن. لا والله ما انا شايف حب الناس، انا صراحه بشوف حب الناس. انا طبعا بعتذر لهم، طبعا في ناس كتير بتكلمني، بس انا فعلا انا السنه دي قافل على نفسي خالص عكس السنه اللي فاتت. سباق كل مره بتنزل بتبقى كويس وعصران نفس الكلام. ما ده حق ايه ده؟ عصران بينزل، يعني انا بقول لك انا مستغرب عصران بينزل. انا فهمت ده حق ايه، انا فهمت قصه ده حق ايه. النادي ده حق، ايوه. ده حق النادي عليا. طبعا النادي بيديني حقي، لازم ادي النادي حقه. الله ينور عليك. فده عشان ربنا يبارك لي بس في اللي انا بقوله. اسمع عصران بقى رساله لجمهور النادي الاهلي. طبعا يعني بقول لهم الف مبروك، وان شاء الله الثلاث بطولات اللي جايين ان شاء الله هيكونوا من نصيبنا ونكون داخل النادي الاهلي يعني. فطبعا يعني انا فرحان ومبسوط جدا بالجمهور، يعني انا اول مره اشوف جمهور النادي الاهلي بصراحه، وفرحان جدا وبيحمسونا جدا يعني، وروحهم حلوه بصراحه معانا. حتى لما خسرنا الموسم اللي فات يعني كان في دعم برضه، روحهم كانت حلوه معانا، بس يعني في المكسب بصراحه غير. طبعا لقيتهم فرحانين جدا ومبسوطين جدا، اللي هم لدرجه لو كانوا عاوزين ينطونا الصاله. صحيح بصراحه. صحيح. يعني فرحت جدا والله. طيب يعني كلمه سريعه قبل ما اختم الفقره دي لكابتن محمد مسيل حميدو الراجل بعد عصران. بس مش عايز انسى حاجه قبل، بس ايه قول اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. انا بس طالب من جمهور النادي الاهلي بس يدعي طبعا الكابتن عبد الحليم عيبو. كابتن عبد الحليم عيبو طبعا الناس كلها تدعي له ان شاء الله يرجع، يعني يرجع احسن يعني من الاول ان شاء الله، ويرجع في اسرع وقت. لعيب محترم جدا، لعيب على اعلى مستوى، وهيفرق جدا الفتره الجايه مع الفريق باذن الله. انا بدعي له من خلال برنامج حضرتك طبعا ان شاء الله يرجع لسما ان شاء الله، ويرجع اقوى من الاول ان شاء الله، واحنا كلنا ان شاء الله في ظهره ومعاه باذن الله تعالى، لان هو لعيب يستاهل كل خير الصراحه. فان شاء الله باذن الله انا من خلال حضرتك ان شاء الله باذن الله هيرجع اقوى من الاول باذن الله. وانا ادعي له ان شاء الله باذن الله باذن الله. كان عايز اقول لكم بس الساده المشاهدين ان عبو بيلعب في نفس مركز محسن، اللي انتم شايفينه ده بيدعي لزميله اللي بيلعب معاه في مركزه، اللي فيه تنافس بينه وبينه. عرفتوا ليه الماسترز بيكسبوا؟ عرفتوا لما عصران بيتكلم كده وكابتن عبد الله عبد السلام بيدي له الكاس عشان هو الراجل كان عنده ظروف منعته يروح افريقيا السنه اللي فاتت؟ عرفتوا ليه الموضوع مش فنيات؟ والله ابدا الموضوع مش فنيات، الموضوع فنيات وروح قبل الفنيات، وده دور الماسترز. وانا بس حبيت النهارده ان احنا ما بنتكلمش ومبروك، طبعا مبروك ده حلو، بس لازم نبين الابطال دول عاملين ازاي. الحقيقه في نهايه الفقره بشكرك الحقيقه محسن، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك من قلبي، واتمنى لك كل التوفيق. نورتني يا حبيبي. ربنا يخليك. عصرا بشكرك والف مليون مبروك، واتمنى لك من قلبي كل التوفيق. الف الله يبارك في حضرتك يا فندم، وطبعا يعني نور حضرتك يعني ونور الجمهور والاداره بصراحه. واحب اشكر كابتن عبد الله عبد السلام بصراحه، يعني من اكتر اللعيبه، وكابتن احمد صلاح يعني بيقعدوا معانا وبيتكلموا معانا وبيدونا حافز قوي جدا، فطبعا احب اشكرهم طبعا جدا. وطبعا اشكر كابتن ميدو، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يكون احسن باذن الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونكمل حلقتنا مع الماسترز. هيكون معانا بعد الفاصل الكابتن محمود جمعه المدرب العام، وايضا اللاعب النجم الصغير الكبير عبد الرحمن الحسيني، ولكن بعد الفاصل. عمر ما كان المكسب بالفنيات بس، بالروح اللي انتم شايفينها، بدعم مجلس اداره، بدعم النشاط الرياضي. المكسب عباره عن مثلث، المثلث ده لو اكتمل بتكسب بالشكل الجميل ده. طبعا بنرحب بضيوفنا منورينا في الاستوديو، مرحب بالجندي المعلوم وليس مجهول الحقيقه كابتن محمود جمعه المدرب العام للفريق واحد ابرز افراد الجهاز. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا وسهلا كابتن هيثم، ربنا يخليك. نورنا والف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، ودايما كده فرحانين معاك بعد كل بطوله، وانت وشك حلو علينا على طول. ربنا يخليك يا كابتن، ده انتوا الابطال ودايما مفرحيننا، ربنا يكرمك. ربنا يخليك كابتن. بنرحب بالنجم الصغير خلاص بقى مش صغير بقى ما شاء الله، بقى كبير في نجوميته وحبه للنادي الاهلي وحب جماهير النادي الاهلي، معانا عبد الرحمن الحسيني اللي انا بحب اتفرج عليه واقول لكم
وبحب اتفرج عليه في اللعبه ايه بالظبط. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بيك كابتن عايز. منورنا. بنورك والله. الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ما شاء الله من كل لقاء التاني تتطور. الحمد لله. يعني فاكر السنه فاتت لما نورتنا وشرفتنا ادائك السنه دي احسن واحسن. الحمد لله. ولسه عندك الكتير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن محمود اجي لك. يمكن الموسم ابتدى كان صعب عليكم وكان موسم فيه تحدي. مش عايز اقول ان هو كان في عدم توفيق السنه اللي فاتت واحنا عارفين الظروف اللي كانت ايه، ولكن انتوا دايما ما بتدوروش على اعذار. ما توفقناش يبقى احنا السبب. دايما انتوا كجهاز بتقولوا كده، حتى ما بتقولوش مبررات برغم المباراه كانت واضحه للكل. الموسم كان صعب عليكم، شغالين الموسم ده بمنتاليتي الفكر ايه يا كابتن؟ والله طبعا هو السنه اللي فاتت موسم عدى وراح. احنا كجهاز ومع اللعيبه دايما عندنا حته اللي هو خلاص احنا بطوله او صفحه واتقفلت، بنفكر دايما في اللي جاي ما بنبصش ورانا. احنا متعودين الحمد لله من واحنا لعيبه من اجيال اللي قبلنا دايما النادي الاهلي نادي بطولات. الموسم اللي فات عدى كان في خساره، ما كانش في توفيق الحمد لله. اتعلمنا منه ان احنا نرجع ونقف نبقى اقوى من الاول. السنه دي بدانا الموسم، اول بطوله لعبناها كانت بطوله السوبر، ربنا كرمنا فيها الحمد لله. بس قبل السوبر كمان يا كابتن معلش لعبنا اربع مباريات مع الزمالك، اربع ماتشات واربع مباريات ما كانتش على بطوله، ومع ذلك بالظبط انتوا كنتوا بتنزلوا كان المباريات دي مباريات مكسب. يعني هو الموضوع بالنسبه لنا ماتشات الاهلي والزمالك دي ماتشات بتبقى يعني ديربي، من واحنا بنلعب ماتش الزمالك ده بيبقى حاجه لوحده كده، بطوله لوحدها دايما بيننا وبينهم. السنه دي لعبنا الزمالك اربع ماتشات، كانوا معانا في الدور الاول في الدوري في المجموعه، لعبناهم ماتشين، ماتش على ارضنا وماتش على ارضهم. ماتش على ارضهم كسبنا 3-0، اللي على ارضنا كسبنا 3-1. بعدين في الترتيب من الواحد من الاول للثامن اللي هو الترتيب بس يعني من واحد لثمانيه، الحمد لله كسبنا. وبعدين رجعنا تاني لعبناهم في ماتش سوبر الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. وكانت ماتش الخامس كان ظروفه صعبه، يعني لا قدر الله لو كنا خسرنا الاربع ماتشات اللي فاتوا ما لهمش لازمه زي السنه اللي فاتت. يعني ضغط عليكم كجهاز وضغط على اللعيبه ان انت ممكن في ماتش يضيع كل حاجه. بالظبط زي السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت برده كان ماشيين بنفس الطريقه، كسبنا الزمالك كان لعبناهم تقريبا ثلاث ماتشات وكسبنا الثلاث ماتشات. وجينا في البلاي اوف في الدوري خسر، يعني اول ماتش كنا كسبانين 2-0 بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل خسرنا 3-2. بعدين الماتش اللي بعده كسبنا 3-0 والماتش الثاني خسرنا 3-2. وفي الكاس نفس الموضوع، خسرنا اول ماتش كسبنا ثاني ماتش خسرنا الثالث. هي الفكره ما تبقاش انت يعني اللي فات ده كله اللي احنا لعبناه الفتره اللي فاتت دي كلها كان ترتيب، لكن المهم زي ما حضرتك بتقول كان ماتش البطوله. بالظبط كده ماتش البطوله يعني هو ده اللي كان علينا ضغط كتير جدا جدا. احنا خسرانين السنه اللي فاتت، كان لازم نصالح مجلس الاداره ونصالح الجمهور بتاعنا. النادي الاهلي نادي بطل، احنا يعني سبحان احنا مش واخدين على الخساره. صحيح. حتى لما بنلعب ماتش ونبقى كسبانين الماتش ممكن نكسب ماتش 3-0. نعم. بس احنا كجهاز واللعيبه خلاص الموضوع ده بقى جوه اللعيبه، اللعيبه بتبقى خارجه حتى لو الاداء مش المطلوب منهم، اللعيبه بتخرج مش فرح، تحسهم مش فرحانين. هو ده اللي احنا اتربينا عليه، ان انا بكسب ولازم اكسب بشكل كويس، لازم اكسب بسكور كويس، مش مجرد مكسب. بالنسبه لنا الفوز ما بيبقاش مجرد مكسب بس، لا مكسب ونتيجه واداء. انتوا بتدوروا على كده؟ طبعا. المكسب والاداء؟ طبعا. مش بس ان انا اكسب؟ طبعا. طب كابتن كلمني يعني على الروتيشن برضو، انتوا بتشاركوا كل اللعيبه الله اكبر كجهاز فني، كل اللعيبه بتشارك، كله ليه دور، ما فيش حد حاسس انه ماليش دور، حتى اللعيبه اللي متصاعده معاكم ليهم دور برضو. والله السنه دي يعني احنا كجهاز طبعا كابتن ميدو المدير الفني بنقعد نتكلم على طول معاه، انا وتامر وميدو واحمد سعيد، بنقعد نتكلم على طول في دور كل لعيب ازاي نستفاد، يعني ناخد اكبر قدر او نستفاد باكبر شكل ممكن من كل لعيب، من امكانيات كل لعيب. فالسنه دي لو حضرتك لاحظت اللعيبه كلها لعبت تقريبا كلهم اللعيبه لعبت كلها زي بعضها، واللي لعب كان نجم وكلهم. صحيح. يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما حد لعب وحش. بالظبط. يعني حتى اللي جاي لنا الجديد اللي جاي لنا السنه دي عزب دخل في وسط المجموعه وتحس ان هو لا لعيب في النادي الاهلي طول عمره زمان. ولسه عنده كتير هيديه، الحسيني، محسن، عصران، حتى زياد اسامه لعيب ناشئ كان طالع لنا من الناشئين فعلا. اللعيبه دي كلها رسلان، انس، اللعيبه دي كلها خلاص طبعت بطباع الفريق الاول، طبعت بطباع الفريق الكبير. في الدور التمهيدي من الدوري لو تلاحظ زياد اسامه خد فتره كبيره جدا. صحيح. جدا كان يعني اللعيبه بالظبط، حتى في البطوله العربيه حتى في السوبر، لا اللعيبه كلها شاركت واللعيبه كلها خدت، يعني كل اللعيبه خدت قدر كافي من اللعب.
الروتيشن ده حاجه كويسه للعيبه، يعني ممكن في ممكن لعيب بالنسبه له زي ما حضرتك قلت ماتش الزمالك ده ماتش بطوله لوحده، فممكن يلعب كل الماتشات بس هو جواه طمع ان هو يلعب ماتش الزمالك، يلعب ماتش البطوله. فتلاقيه خارج ممكن لو ما لعبش ماتش البطوله يبقى زعلان، لكن هو في الاخر خالص لو حضرتك بصيت على السكاوتنج بتاع اللعيبه هتلاقي اللعيبه كلها لعبه واخده قد بعض، واخدين زي بعض. وهو ده اللي احنا عايزينه، ان انت يبقى في قاعده تكمل. اجيال بتسلم اجيال، هو ده المطلوب في الفتره اللي فاتت، او هو ده اللي احنا ماشيين بيه الفتره اللي فاتت كلها. الله ينور عليك يا كابتن جمعه، انتم ماشيين بفكر وفكر يحترم، ربنا يوفقكم. الحقيقه اجي لك بقى طبعا يا عبد الرحمن، يمكن انا بحب اتفرج عليك وفي كره يعني بصراحه انا بستناها لما بتطلع تضرب وتحطها في النقطه الشارب جدا في العكس، النقطه العكسيه من الملعب، علمتها من مين دي؟ والله يعني ده شرف ليا اول حاجه بتاعنا. لا طبعا يعني لا حبيبي انت بجد شرف ليا طبعا، بحب لعبك قوي. يا ربنا يخليك. والله يعني اتعلمتها يعني قاعد يعني بتفرج على اللعيبه بتاعت اوروبا يعني، بس عايز عوجه كتف كده يعني صعب. الحمد لله يعني ربنا يعني مسهل عليا مرونه شويه. انت موهوب، وكابتن ميدو لما كان معانا قال ان انت لعيب موهوب، هو قال كده. طيب انا عايز اسال شعورك انت بقى، انت بتلعب مع فرقه كلها نجوم، انت لعيب لسه سنك صغير ومع ذلك ليك وجود في المجموعه وليك دور، ده بيخليك تحس بايه؟ هو طبعا على عكس مواسم اللي قبل كده انا كنت لسه لعيب متصاعد من الناشئين يعني، وكان دوري برضو اللي هو ايه العب الادوار التمهيديه لحد ما يعني اثبت وجودي وبتاع، بس السنه دي يعني الحمد لله دوري كبر شويه عن السنين اللي فاتت. وكابتن ميدو طبعا عارف يوظفني كويس في حتى ماتشات الزمالك، ماتشات النهائيات، النهائيات عامه حتى غير الزمالك يعني، ماتشات اللي على بطوله ببقى نازل معرفني دوري كويس ان انا هنزل، انا ببقى عارف كابتن جمعه كابتن تاجر بيتكلموا معايا انا هنزل في الوقت الفلاني، يعني قبل الماتش بيبقوا محضرين معايا. كده يعني كده طبعا في اوقات مهمه. يعني انا بشفق عليك تنزل في اوقات ثقه كبيره جدا من الجهاز الفني فيك عشان تنزل في الوقت ده، ده مش صدفه، بيبقوا قاعدين معاك وبيفهموك ان انت هتنزل في الوقت ده، بيحضروك لكده. كلنا عارفين قبل ما ننزل ان انا مثلا هنزل مكان سعيد مثلا في اللفه الفلانيه، بكل ده بيبقى عارفينه من قبل الملعب، وده بيسهل عليا ان انا والله طبعا في اول كذا مره كده الموضوع بيبقى ايه الرهبه وبتاع، بس لو خلاص يعني كذا حصلت في كل ماتشات الزمالك تقريبا في كل النهايات اللي فاتت يعني خلاص تعودت على الموضوع. دور في المكسب يعني الحمد لله، بسلامتك او باستقبالك الغريب يعني الله اكبر، يعني احنا بنبقى متوقعين منك الضرب، انما لما يبقى مساهمتك مع الفرقه كمان في الاستقبال والارسالات دي بتبقى حاجه برضو خبرات بتكتسب. الحمد لله طبعا يعني، واتمنى اساعد الفرقه اكتر واكتر يعني، كمان ان شاء الله نكسب كل البطولات اللي جايه يعني ولسه ان شاء الله. طيب قول لي ايه يعني، اكيد كابتن ميدو لما بيقعد معاك يعني والجهاز الفني كابتن جمعه كابتن تامر تايجر بيقعدوا معاك اكيد بيبقى فيه بعض النصايح، فيه توجهات، انت ما شاء الله لعيب موهوب وكل اجمع على كده، لعيب موهوب فعلا، بس اكيد في بعض التوجهات، في بعض النصايح اللي بيدوها لك، والنصايح دي لما بتاخد بيها بتظهر بشكل كويس، ايه ابرز النصايح دي؟ انا عايز الكواليس دي. والله برضو زي اي لعيب صاعد يعني انا عايز اشارك اكتر وعايز العب طبعاً اكتر ونفسي يعني عندك حماسه وجيه عايز تلعب ليه دور لو في المكسب. لو ما جالكش الاحساس ده ما فيش تعرف يبقى في حاجه غلط. في حاجه غلط. بس في ماتشات كتير يعني ببقى خارج اللي هو مثلا متضايق ان انا ما شاركتش بدور اكبر يعني، نفسي العب طبعا، فكابتن ميدو وكابتن جمعه وكابتن تايجر كابتن تامر تايجر بيقعدوا معايا لو ما تستعجلش هيجي لك وقتك، هتلعب قدام، انت اللي هتشيل الفرقه قدام، اتعلم دلوقتي من اللعيبه اللي موجوده معاك، حاول تطلع باكبر فايده يعني، اللي هي النصائح اللي هو يعني كلنا عارفين. طب هقول لك على حاجه، صدق ان انت حتى في مشاركتك القليله وانت اكيد حاسس بكده بالرغم ممكن تشارك دقيقتين ثلاثه عامله بصمه كبيره جدا مع جمهور الاهلي. الحمد لله بصراحه هو ده المهم في الموضوع ان جمهور الاهلي يحبني يعني. انت ممكن تلعب الماتش كله. انت ممكن تلعب الماتش كله، انا اسف، وما تعلمش مع الناس كده. ايوه فاهم. والدور ده بامانه اللي حطك في البرواز ده وبامانه توجه لهم الشكر الجهاز الفني. ايوه طبعا. بقياده الكابتن ميدو. لا طبعا نزولي في اوقات صعبه في ماتشات الزمالك ونهائيات نهائي افريقيا ونهائي البطوله العربيه الموضوع يعني بتبقى ليك بصمه وتفرق وتكسب. انت ممكن تلعب خمس اشواط من خمس اشواط ما تطلعش الملعب، بس مش هتاخد السكسي ولا هتاخد لا لا برافو يعني، هم فعلا نجحوا الجهاز الفني يطلعوا احسن اللي عندك. طيب احنا كسبنا الحمد لله السوبر المصري وكسبنا البطوله العربيه، شايف البطوله العربيه كانت ازاي؟ مشاركتك انت برضو عملت ماتشات كويسه،
شايف مشاركتك في البطوله العربيه اكتسبت خبرات فيها، ايه اللي استفدته من مشاركه زي البطوله العربيه ليك وانت اساسي بقى خلاص مش مصعد؟ والله البطوله العربيه بتبقى دايما فرصه كويسه ان احنا نقابل فرق مستواها ممكن تكون اعلى من فرق الدوري المصري، عشان بيبقوا معتمدين على اجانب ومعتمدين على محترفين. في فرق كتير كانت جايبه محترفين كويسين قوي، فرقه الوكره لما لعبناها كانت تقريبا سبعة مفيش ولا واحد قطري في الملعب، وده طبعا بيخلي مستواهم اعلى بكتير يعني. طبعا ماتشات زي دي بتعلي المستوى طبيعي، يعني الاحتكاك بمستوى اعلى بيعلي مستوى الفرقه يعني، واحنا كفرقه بصراحه انا بنحب الماتشات دي قوي، بنحب تقلق منها؟ لا ما اعتقدش ان في حد بيقلق خالص يعني، احنا لما بنعرف ان في فرقه كويسه بنبقى عايزينها في مجموعتنا، عايزينها معانا في الفرقه، عايزين نلعبها في النهائي، عايزين يعني احنا مثلا يعني كان كلام بيني وبين عزب كده اللي هو قعدت اللي هو يقول له لا انا عايز العب فرقه الوكره في النهائي، مش عايز العب مثلا فرقه البحرين، عايز ماتش جامد عايزين يبقى فيه منافسه اعلى يعني. ثقه ان انتوا ان شاء الله هتكسبوا، واهلا باي فرقه جامده، احنا مش هامنا حاجه. طيب انت السنه دي اتطورت جامد ما شاء الله، اتطورت في الاستقبال بشكل مرعب. يعني انت كنت كويس الاستقبال عندك كويس، بس السنه دي في الاستقبال اتطورت بشكل مرعب. ارتقائك الوثب بتاعك انا بعين المجرده اتطورت، يعني انا ما عنديش قياسات يا كابتن جمعه، ولكن انا بعين المجرده كده لا انت النهارده السنه دي عبد الرحمن عندك ارتقاءات اعلى، او يمكن التكنيك اتغير فبان الكلام ده اللي انا بقوله ده صح؟ هو طبعا صح، عشان يعني السنين اللي فاتت زي ما قلت لحضرتك انا كنت صاعد، مش مطلوب مني حاجه مميزه زياده عن اللزوم يعني، بس دلوقتي مثلا ثقه كابتن ميدو فيها في الاستقبال خلتني وانا في التمرين لا انا تلكس. لازم اركز في النقطه دي وفي الاوقات دي، عشان انا لما انزل في الماتش لازم يبقى استقبالي كذا، عشان افضل محافظ على الثقه بتاعه المدرب في الموضوع ده. بدات تشوف هو الكوتش طالب منك ايه بدات اركز فيه اكتر، تركز ايه في التمرين بالظبط، يعني الاختلاف منتال بالظبط يعني هنا الاختلاف بقى هنا. هو يعني ممكن تكون الماتشات هي بس هي فكره اهميتي في المباراه مطلوب مني ايه بالظبط، عشان اعرف يعني بتمرن عليها عشان اعرف انفذه في الماتش يعني. طيب كل كره هتعملها كده والماتش مذاع ومتشاف اعرف ان انا هسقف لك. خليك فاكر دي الكره اللي احنا اتفقنا عليها خلاص وانت في الملعب اعملها، اشاور لك في الكاميرا اشاور لي في الكاميرا اهي اعمل لي كده ولا هعرف ان دي العظيم يا كابتن هاني بصراحه الحسيني يعني. الحسيني دلوقتي ما تقدرش تقول عليه ان هو لعيب صغير خالص، الحسيني ما شاء الله عليه السنه اللي فاتت عامل نهائي بطوله افريقيا واحنا في تونس، كان ما شاء الله مكسبنا ما شاء الله، ليه دور اساسي جدا جدا في المكسب مع اللعيبه الكبار صلاح وعبد الله واللعيبه كلها وحليم وعادل والفرقه، انا مش عايز انسى حد من الفرقه بس الحسيني كان ليه دور كبير جدا السنه اللي فاتت في افريقيا. السنه دي لو حضرتك تلاحظ ان هو بدا نهائي البطوله العربيه، ودي ثقه من ميدو من كابتن ميدو من الجهاز الفني فيه ان هو لا خلاص الحسيني مش لعيب صغير، الحسيني لعيب مهم في الفرقه صحيح. وانا قلت له اللي بروزك بالشكل ده والله العظيم، وانا عارف انا كنت لعيب وعارف الجهاز الفني، ممكن انا ابقى لعيب وما تبروزش البرواز ده، ممكن العب وقت طويل وما تبروزش، وممكن العب وقت مهم في المباراه واتبروز زي نهائي افريقيا نهائي بطوله عربيه، ثقه كبيره وهو عنده ثبات انفعالي. طب كابتن كل لعيب بيبقى ناقصه حاجه، انا شايف تطور عبد الرحمن السنه دي تطور كبير جدا في الاستقبال من وجهه نظري انا كراجل بحب الفرقه وشايف الارسالات الثبات الانفعالي، هل انتوا بتشتغلوا على ده ولا ده بيجي نتيجه توظيف اللعيب لنفسه في الملعب؟ والله في حاجات زي ما حضرتك بتقول اللعيب بتبقى خارجه من اللعيب، يعني احنا السنه دي مثلا عادل ارساله اتغير، عادل خالص. كان بيلعب ارسال فلوتر عادي، دلوقتي بيلعب ارسال فيه شويه سبين موجه. احمد سعيد نفس الكلام كلهم. الحسيني ما شاء الله دلوقتي من الناس اللي يعتمد عليها جامد جدا جدا في الملعب في كل المهارات، في الارسال في الاستقبال في كل حاجه. عزب حسام يوسف في البلوك، لا كل واحد عنده ميزه في الفرقه. يعني ما شاء الله حسام لما نزل لعب ماتش الزمالك لما عبد الله اتصاب ما شاء الله، يعني الله احنا بسم الله ما شاء الله الفرقه يعني الفروق الشخصيه بين الفرقه دلوقتي بدا يعني يبقى قليل جدا ما يبقاش ملحوظ، واي حد بينزل بتلاقيه بيأدي دوره وبيكسب. طبعا في ناس ليها نجوم كبار في الفرقه الواحد ما يقدرش يغفل حقهم طبعاً. صلاح وعبد الله ما شاء الله عليهم دول تاريخ الصحه حسام يوسف لعيب جامد جدا جدا في الفرقه. حسام فاجئنا في ماتش الزمالك طبعا، الراجل كان ممكن يقول لك انا قاعد وبتاع وينزل يبقى ليه مبرر يبقى وحش خالص، ده عمل مباراه عمره طبعا.
حليم نفس الكلام، حليم بسم الله ما شاء الله الفترة الأخيرة كان طالع جدا جدا، كان راجع من موضوع ركبته وكان طالع قدر الله ما شاء فعل سبحان الله. حتى وإحنا بنتكلم أنا وميدو وتامر بنقول سبحان الله، يعني هو ربنا ليه حكمة، كان طالع مستواه طالع جدا جدا، ولعب ماتش الزمالك لو طلع الماتش اللي قبله كان ماتش سوبر بتاع الزمالك لعبه كويس جدا جدا، والماتش اللي قبليه الماتش قبل ما حليم الماتش اللي صاب فيه حليم قبل ما يخرج الملعب كان واخد تقريبا 5 بلوكات، لا كان يعني كان ماشي كويس جدا. بس هو الموضوع نزل مكانه السعودي عبد الرحمن ما شاء الله عليه ومحسن، لا يعني بقول لحضرتك الفروق دلوقتي في الفرقة، أي حد بينزل ما بتحسش بالفرق بينه وبين اللي خرج، الفرقة كلها دلوقتي الحمد لله اللعبة كلها نفس المستوى. يندر لما في الماتش النهائي رمضان نزل ما شاء الله ما حسيتش بفرق كبير جدا جدا بين يندر ورمضان، رمضان نزل عمل ماتش بالرغم ان هو برضو كان في نفس الحتة كان زعلان ان هو ما يلعبش، لكن سبحان الله ميدو اداله الماتش واداله الماتش كله. الحسيني كان زعلان برضو قبلها ان هو كان نفسه ياخد كتير نزل لعب الماتش النهائي، هي دي اللي انا بكلم حضرتك فيها الغيرة بتاعت اللعيب ان هو ودي محمودة بالظبط، الغيره دي محموده بالزبط. طالما جايه مصلحه الفريق والتنافس الشريف بين اللعيبه يبقى المستوى كده. خلينا نروح لاحد اللاعبين اللي كنا بنتكلم عليهم دلوقتي، احد اللعيبه الرجاله اللي محسن يعني الحقيقه وكلنا بنتمنى له الشفاء ونتمنى له يرجع وان شاء الله يرجع احسن من الاول، وهو راجل يعني نحسبه على خير لانه دايما مؤمن مصاب معانا، عبد الحليم عبو سنتر بلوك الفريق ومنتخب مصر ويمكن احسن سنتر بلوك او من احسن سناتر بلوك في افريقيا. اهلا بيك عبد الحليم. كابتن هيثم ألف مليون سلام عليك يا حبيبي وربنا يشفيك وطمنا عليك، أخبارك إيه؟ والله الحمد لله كابتن هيثم الله يخليك، طبعا والحمد لله يعني كل خير، يعني مش حاسس لو اتصبت بصراحة يعني، بس يلا هو قدر كده يعني، بيقولوا إن أنت اتصبت خلاص اتصبت الحمد لله خلاص الحمد لله الحمد لله. طيب الأول ألف مبروك، يعني مكسب السوبر المصري وبطولة عربية دي حاجة جميلة جدا، وأنت اللي كان دور ليك دور كبير، ويمكن قبل الاصابه انت كنت ما شاء الله عامل فورمه جيده، قدر الله ما شاء فعل، خلاص احنا مؤمنين وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيكتب الخير. الف مبروك. طمني بقى عليك، انت بدات ايه في رحله العلاج؟ والله بس الاول كده طبعا سلام للرجل الجمعه مش الكابتن الجمعه طبعا الحسيني طبعا برضو مبروك على البطوله وانتم ناس يعني تستاهلوا كل خير. الحمد لله رحله العلاج، انا طبعا الكابتن جمعه قبل ما اعمل العمليه قلت له كابتن جمعه انا مش عايز بكتف كتفي مفيش حاجه بيحرك كتفه عادي خالص مش حاسس بحاجه عايز تلعب ها لا مفيش حاجه فعلا، انا يعني انا لعبت الماتش وخلصت الشوط الثالث فقلت الدكتور سامح في شد في كتف بسيط كده في فبص كده قال ان عضله الباي ساقطه فقال لي لا اقف كده ولازم تعمل اشعه عملت وطلع ان في قطع في عضله الباي. انت لعبت وهي مقطوعه؟ انا خلصت الشوط الاخير هو كان في شد فيها ومش حاسس بحاجه يعني وانا ما كنت مش حسيتش بالم ولا قلت اي ولا الكلام ده كله، انا قلت له مش قادر في شد هنا هو بيبص لان العضله الباي ساقطه شويه قال لي لا ده في مشكله. ايه ده الله اكبر عليك ده ايه ده يعني كملت المباراه وحاسس بشد صغير وانا في الشوط الثالث يا كابتن هيثم شدت يعني شد اللي هو شد عادي شد عادي دكتور سامح ظلام بيبص عليك لا العضله الباي ساقطه لا في فراغ هنا فانا قلت له ان الشوط ده قلت له الكابتن يا دكتور سامح انا مش هقدر اكمل الشوط الرابع لان ايه في شد فانا ممكن ايه اقصر فمش هكمل بص عطل البايك كده قال لي لا استوب. الله اكبر عليك يا عبو الرجوله يعني ده مش غريب عليك. طب هو ايدك اليمين ولا ايدك اليمين الباي مش مشكله اليمين جاي لك في اليمين صح؟ في اليمين. طب انت عملت العمليه يا عبو الحمد لله؟ عملت عمليه وريتني ما عملتها. ليه بس الم كده ما هو لازم يا حبيبي الم مش هينفع تلعب من غير عضله مقطوعه يا عبو حبيبي دي عضله مقطوعه مش ده الوتر ده وتر كمان الوتر يعني عضلة. دي لازم انا قلت للدكتور يا دكتور انا كويس ما فيش حاجه انا هطلع بعد ما اعمل عمليه كويس الله هتطلع كويس فدخلت العمليه لقيت اوجاع كده وشويه الم بعلاج ينفع كده يعني طلع لي بوجع لا العب وهي مقطوعه احسن لا ما ينفعش يا عبو انت طبعا لعيب راجل وعايز تلعب بس طبعا سلامتك دي اهم وخلي بالك العلاج الطبيعي ان شاء الله يعني هم اللي يقول لك علاج طبيعي قد ايه دكتور سامح ظلام قال لك لا هو الدكتور بس قال لي فيها هتطول شويه كده عشان احنا مثبتين الوتر شويه هيجيب فتره بتاع شهرين كده تثبيت او اقل يعني عشان يلقم اسابيع عشان يلقم
وبعد كده هنبدا نعمل تحركات نجيب الرينج بتاع الكتف كامل، وبعد كده نخش تقويات، ويعني حتى يعني اللي ممكن تطول معانا شويه حلوين يعني. قلت له مش مشكله. لا ان شاء الله يعني بيتعود على كده. بص انت راجل مؤمن، وشوف يعني كلنا لينا حسابات وربنا سبحانه وتعالى ليه حسابات. يعني ممكن الدكاتره بتقول لك على الفيل سيف او الحاجه الامان بتوقيتات معينه، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ليه تدابير ثانيه تلتئم بسرعه وتنزل بسرعه. انت راجل مؤمن وعارف يا عبو، ما انا مش هقول لك. ما انا لحد وقتنا هذا انا لسه لغايه دلوقتي مش مصدق ان انا يعني عندي اصابه في كتفي، لان كانت مشاكلي كلها في ركبتي، فانا كنت مركز قوي على ركبتي. اه انا عرفت الام الركبه طبعا، والتاهيل بتاعها بيبقى صعب شويه. طب ما انت ممكن تاخد الفتره، ممكن تاخد، استنى بس، ممكن تاخد الفتره دي ان انت تعد ركبتك كمان كويس. اه ما ان شاء الله باذن الله، بس اعد الثلاث اسابيع دوت على خير، وهبدا باذن الله فتره اعداد كويسه كده مع نفسي كده، فوق وتحت وكتف وكل حاجه يعني. ان شاء الله باذن الله يعني حاطط برنامج كويس ليا، في ظل ان انا كمان يعني ان الواحد خلاص بقى 34 سنه، بقى 33 داخل 34. لسه صغير يا كابتن. لا معلش لسه صغير، ما تقعدش تقول لي 34. الله اكبر، عبد الله وصلاح اهو. انا ما هو كل واحد فوق يعني، واحد صحي واحد حبيبي كده كان عبد اللطيف عثمان، كان سنتر بلوك معانا، كان قال لي معلومه كده، انا في ناس باخد منها معلومات بحطها في دماغي مش بنساها. ايه بقى؟ قال لي كل مثلا ما تكبر مثلا يعني انت 33 سنه، طول ما انت مثلا هتبقى 34 سنه السنه الجايه لازم تزود التوقيت بتاعتك اكتر. صح. ولازم تزود تاخد بالك من الجيم اكتر والريكفري اكتر عشان تديك اكتر في الملعب. صح كلامه 100% عثمان صح. هي دي حاجات دي انا يعني خد بقى خد الثلاث اربع شهور، خد الثلاث اربع شهور اللي جايين دول فرصه، وقوي نفسك وهترجع وحش يا عيب، وانا بقول لك ان شاء الله. لا باذن الله هترجع وحش وحش، وهفكرك وزي الحسين كده بشاور لي في الكاميرا ماشي. لا لا الحسين يعني شخصيه محترمه ونضيفه قوي بصراحه، وكابتن جمعه ده حبيبي يعني، وان شاء الله كده ربنا يوفقهم في اللي جاي. كنت نفسي اكون معاهم يعني، بس يلا بس ان شاء الله موجود معاهم في النهايه دي. انت معاهم وخدت نصيب الاسد النهارده، الكل بيدعي لك وان شاء الله تخف وترجع بالسلامه يا عبد الحليم. الله يخليك كابتن هيثم. عبد الحليم عبو نجم الفريق ومنتخب مصر وسنتر بلوك النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن الروح الحلوه دي يا حسين، كبار مع صغيرين كله مضروب في خلاط كده. يعني انتوا لو دخلتوا علينا ما اعرفش، انا طبعا عارف، بس اللي ما يعرفكوش ما يعرفش مين كبير منين صغير. ما دي حقيقه فعلا يعني الروح حلوه. دي حقيقه فعلا. احنا اصلا عشان على طول معسكرات مع بعض، على طول في الفندق مع بعض، على طول مسافرين مع بعض، فهو خلاص يعني كلنا اخوات يعني. اللي بيقع في المشكله دايما على طول كلنا معاه يعني. هي دي الروح حلوه بصراحه، حتى بين اللعيبه وبين الجهاز. صحيح انا مش حاسس ان الجهاز يعني جهاز، لا ده انتوا كلكم صحاب. مفيش في احترام يعني. وفي طبعا بس في ود وفي حب وفي ثقه ان انتوا واثقين مثلا في الجهاز الفني بشكل كبير يعني، دي حاجه كويسه. طيب عبد الله عبد السلام واحمد صلاح الاساطير الكبار، لما بييجوا يوجهوا لك نصيحه في الملعب او بيقولوا لك حاجه، او كابتن عبد الله مثلا يقول لك انا هرفع لك دي، هل بيبقى في اتفاق ولا دي بتيجي وليده اللحظه؟ لا هو عبد الله طبعا وحسام الاثنين دايما من كتر التمرين معاهم خلاص انا عرفت هو امتى هيديني وامتى لا هيدي مثلا لعيب تاني يعني. حفظت توزيع لعبهم يعني برضو. بس في اوقات كده بتلاقيه ايه بصلك قبل ما الكره، قبل ما الارسال يتلعب مثلا. صحيح بيبقى اللي هو خلي بالك هتضرب دلوقتي بعينك بعينه كده يبصلك. لا مثلا سواء اكون خلفي او امامي اللي هو بيبص لي، اللي هو فانت تفهم بفهم ان اللعبه جايه عليك، الكره اللي جايه دي معايا مثلا. يقول لي انت معاك البصير الناحيه الثانيه، ارفع لك الكره دي لازم تخلصها. يعني في ديالوج بيحصل بينكم بالعينين. ما هو طبعا الفرق ممكن يعني تقرا الكلام اللي بيحصل. صلاح بقى ايه يعني، هو موصيني بصراحه اتكلم عليه النهارده. بس هو صلاح يعني من اكتر الناس اللي ساعدتني برده في اول ما طلعت الدرجه الاولى. جميل. بس يعني وصيه بقى ايه، يخف ايده عليا شويه. حبيبي ربنا يكرمكم. كابتن انا عايز كلمه سريعه في 30 ثانيه كده، كلمه لجمهور النادي الاهلي. والله احب اشكرهم جدا على وقفتهم معانا. والله احنا في النهائي اتبسطنا جدا بوجودهم، وماتش النهائي عمره ما كان هيوصل بالحلاوه دي لولا وجودهم يعني. احنا اتبسطنا كلنا جدا واتبسطنا بتشجيعهم، واتمنى يخشوا في دوري وكاس وافريقيا ويبقوا ورانا، يجوا ورانا تونس. والله اتمنى ان شاء الله يجوا جمهور الاهلي في كل حته. ان شاء الله. تقلقش كابتن جمعه، كلمه لجمهور النادي الاهلي قبل ما نختم حلقتنا. والله طبعا جمهور النادي الاهلي زي ما قال الحسيني هو اللاعب رقم واحد عندنا في الفرقه، اللي دايما ورانا، دايما بيشجعنا سواء في الملعب او على السوشيال ميديا. الناس دي احنا كنا بنحاول ان هم يكونوا موجودين معانا في الماتش النهائي، بنحاول نوفر لهم طبعا كابتن خالد ابو زينه وكابتن خالد العوضي حاولوا يوفروا لهم الدعوات، ومع كابتن حسن عابد وكابتن ياسر قمر رئيس الاتحاد حاولوا ان هم يساعدونا ان هم يدخلوا الناس.
بنشكرهم جدا جدا. بحب اشكر طبعا نشاط رياضي بقيادة الكابتن خالد العوضي. الناس دي وقفت معانا وكانوا معانا موجودين معانا في الفندق على طول، متواجدين معانا بيحاولوا يحلوا كل مشاكل الناس. بحب اشكر اللعيبه الرجاله، المنظومه زي ما حضرتك قلت منظومه متكامله. الناس دي كلها بتحب النادي الاهلي فعلا، من اول اصغر لعيب في الفرقه لحد الكابتن طبعا محمود الخطيب اللي شرفنا في النهاية هو وسياده الوزير عمرو فاروق ومجلس الاداره. بنشكرهم كل الشكر، هم في ظهرنا دايما. حضرتك قلت كلمه ان الكابتن الخطيب دايما في ظهرنا في الشده اكتر من الرخاء. صحيح، بنشكرهم جدا، بيستاهلوا الدعم ونجوم، وربنا يوفقكم مجتهدين. كابتن محمود جمعه المدرب العام، الف مليون مبروك، نورتينا وشرفتينا. الله يبارك فيك كابتن هيثم، ودايما معاك كده ومتفائلين بوشك معانا على طول ان شاء الله. دايما مكسب يا رب، دايما مكسب. عبد الرحمن الحسيني طبعا نجمنا الكبير بقى، خلاص ما بقاش فيه صغير. الف مبروك، نورتينا وشرفتينا. الله يبارك حضرتك يا كابتن هيثم، اتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهارده مع الماسترز. اظن انتوا عرفتوا ليه الفرقه دي بتكسب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وعارفين وليه الفرقه بالشكل ده، عشان اللي حضراتكم سمعتوه النهارده وشفتوه لمستوه من النجوم اللي موجودين معنا في الاستوديو. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده والافضل.